السلام عليكم طلابنا الجدد، طلاب دفعة 2025، يا رب تكونوا بخير. معاد النهاردة إن شاء الله مع فيديو جديد وفيديوهات الريفيجن والهومورك بتاعت حضرتك الخاصة بيونت نمبر 2. النهاردة كالمعتاد بنفكر الناس، لو أنت حضرت معانا السيشن على مدار الأسبوع ما تتفرجش على الريفيجن، انزل تحت في الديسكريبشن وروح على الجزء الخاص بالهومورك على طول. لكن لو ما كنتش حضرت أو حابب تراجع قبل ما تحل، اسمع معانا الكويك ريفيجن اللي خدناه في السيشن ديت قبل ما تشيك الهومورك بتاعك. لو تفتكر على مدار الاسبوع درسنا كل حاجه ليها علاقه بالبانكتويشن، اخذنا البانكتويشنال ماركس كلها في كل الجروبس، وقلنا للناس البانكتويشن دوت هيجينا في الامتحان هلاقيت سؤال واحد ان شاء الله، اربع جمل بنختار منهم السنتنس الصح بناء على اللي انت درسته في البانكتويشن دوت. ربما يكون عليه درجه واحده او درجتين، ده بخلاف انه يحاسبك على البانكتويشن اللي هتكتبه في الرايتنج بتاع حضرتك. بدأنا في البانكتويشن كبدايه كده، وسالنا للناس لاهميه البانكتويشن ازاي، وقلنا ازاي بنستخدمه في حياتنا، على هيئه الايه، على هيئه التون بتاع صوتك، امتى يعلى وامتى يقل، امتى تعمل بوز تقف فتره صغيره مع الكومه، وامتى تقف فتره كبيره مع الفول ستوب، والتون صوتك بيختلف ازاي مع الاكسكليميشن مارك. بدانا بالسؤال the difference between these two sentences let's eat علي and let's eat علي. السنتنس الاولاني ما فيهاش كومه، فمعناها يلا ناكل علي شخصيا، لكن تحت let's eat علي يعني يلا يا ناكل يا علي، بالنادي على علي علشان ياكل. فحولتنا البانكتويشن من انسان من اكل لحوم البشر، من cannibalist person لانسان طبيعي. سالناهم برضو the difference between these two sentences women a woman without her man is nothing a woman without her man is nothing. لو بصيت كده الاولانية women without her، الست من غيرها، man is nothing، الرجل لا شيء. طب الثانية woman without her man، الست من غير الرجل بتاعها، is nothing، كده الست هي للا شيء. فحولت وعكست المعنى خالص من فوق لتحت، حسستك ان ايه، ان المعنى اختلف نهائيا. دي قيمة البانكتويشن في حياتنا مستر، دي القيمة اللي بنستخدمها في البانكتويشن، تميز بينها من سنتنس للتانية، غيرت المعنى خالص. نخش على طول ونشوف التفاصيل بتاعتنا بشكل كده ريفيجن سريعة علشان نفكر الناس وحتى نفهم الناس اللي ما حضرتش معانا. اول واحدة في البانكتويشن مارك اسمها فول ستوب، وكان ليها اسم تاني اسمه بيريد، وقلنا للناس نحفظ الاسمين فول ستوب اور بيريد. بستخدمها في 3 ايتمز زي ما انت شايفها، في اول استخدام ليها at the end of the statement، في نهاية السنتنس، نهاية السنتنس الايه، الستيتمنت العادية، الجملة الخبرية اللي مش كويشن يعني، ونهاية الامبيراتيف، ونهاية الاوردر الطبيعي، زي ايه، مونا وينت تو ذا كلاب و don't swim in the canal، يعني من نهاية السنتنس العادية ونهاية الأوردر بنستخدم فول ستوب. قلنا الأوردر العادي اللي ما فيهوش انفعالات، لأن لو في انفعال هنحط اكسكلاميشن مارك، وهتجيلنا كمان شوية. نمبر 2 بستخدم برضو الفول ستوب مع الابريفيشن، مع اختصار الكلمات، بدل ما أقول United States of America ممكن أقول USA، أو بدل ما أقول Automated Teller Machine بقول ATM، بستخدم دوت بعد كل حرف. وقال لك انت عشان تعرف التفاصيل المهمه اللي بتميزك عن غيرك، كلمه دكتور وكلمه ماستر، لما بختصر الكلمه بالحرف الاول والحرف الاخير منها، الفول ستوب بتبقى اوبشنال، يعني بامكاني اكتب دكتور دي ار او من غير الابوستروفي براحتك، بامكاني اكتب ام ار دوت او ام ار بس من غير الابوستروفي. تالت حاجه بستخدم فيها الفول ستوب هي الانيشال فور بيرسونال نيم، اللي هي مين، اسماء الاشخاص، بدل ما اقول احمد حيدر بدري بقول اي اتش بي، وبعد كل حرف بحط الدوت بتاعتنا. خلصت اول واحده اللي اسمها فول ستوب او بيريد، اقعد وركز فيها كتير لو ما كنتش حضرت معانا، لكن لو حضرت بالنسبه لك انت محتاج ريفيجن سريعه. تاني حاجه كنا بستخدم الكويشن مارك مع الدايركت كويشن. يعني ايه دايركت كويشن؟ يعني السنتنس اللي بتبدا بكويشن اصلا، هاو لونج، السنتنس بدات بهاو لونج فحطيت كويشن مارك في الاخر. طب مين هو الاندايركت كويشن؟ لما حول الكلام او حد بيبتدي بكلام ما فيهوش كويشن، زي I want to know how long you have been، بدا بI يبقى ديت مش كويشن، دي سنتنس عاديه حاطه فول ستوب في الاخر. بستخدم برضو الكويشن مع الكويشن تاج، لما اقول اليس كذلك، اللي هي بالعاميه كده مش كده، you met him at the dinner party didn't you، قبل didn't حط كوما، وبعد didn't you حط الكويشن مارك. يبقى كده الكويشن مارك بستخدمها مع الدايركت كويشن، وبستخدمها مع الكويشن تاج. رحت عند الاكسكلاميشن مارك، واعرف اني بستخدمها دايما مع الانترجكشن. ايه هو الانترجكشن؟ الاصوات، زي واو وهيلب واو ماي جاد والشتايم والحاجات دي كلها، بستخدمها مع السربرايز والانجر. يعني ايه وات ان اميزنج بليس اكسكلاميشن مارك يا مستر. طبعا هو بيفتكر حضرتك نسيت، فبيفكرك ان الاوردر العادي اخره فول ستوب، clean your room full stop. ايه الفرق بين الاوردر العادي والاكسكلاميشن مارك؟ ان الاكسكلاميشن فيها انفعال، فاكرين لما قلنا
My father said, close the door. ساعتها حط full stop. لكن my father said angrily, close the door. حط exclamation mark عشان دخل في إطار التعجب وإطار الانفعال. وقول لك interjection يعني surprise أو anger. خلصوا أول ثلاثة اللي هي full stop والperiod والexclamation mark. وبعد كده تاني واحدة question mark ونمبر 3 exclamation mark. الجملة بقى بتنتهي بواحدة من الثلاثة. يعني بعرف ان الجملة خلصت لما بلاقي واحدة من الثلاثة موجودين. معنى كده ان بعد الثلاثة اللي فوق لازم ابتدي بكابيتال. ببتدي بكابيتال لتر مع مين؟ بعد الثلاثة اللي فوق. فمن فضلك لو ما كنتش كتبت الكلام ده معايا اتفضل اكتبه، اني بستخدم كابيتال لتر افتر الاكسكليميشن مارك، بعد الكويشن مارك، بعد الفول ستوب. معنى كده ان بعد الكوما سمول ولا كابيتال؟ بعد الكوما سمول، لان معنى الجملة لسه ما اكتملش. بيقول لي use capital letters to mark the beginning of the sentence. في بداية الجملة، في بداية السنتنس بعد الثلاث علامات ديت لازم أبدأ بكابيتال. بستخدم الكابيتال letters مع مين؟ مع proper names اللي انت بتسميها أسماء الأعلام، مع الأشخاص والجنسيات واللغات وأيام الأسبوع والباقي. وديت انت بالنسبة لك معروفة، عكس الكومن ناون اللي خدناها في الفيديو الأولاني بتاع المحاضرة التأسيسية الصغيرة دي. بستخدم الكابيتال لترز مع اسماء البوكس والماجازين والنيوز بيبر، الكتب والصحف والمجلات. بستخدم الكابيتال لتر في كلمة I، البروناون I اللي معناها أنا. طول حياتك لازم تستخدمه كابيتال، ودي كارثة انت بتقع فيها. بستخدم الكابيتال لتر مع الدايركت سبيتش. ايه الدايركت سبيتش؟ لما بفتح كوتيشن مارك زي ما انت شايف على البورد اهي، لازم ابدأ بالكابيتال على اساس ان انا بدأت جملة جديدة هنا يا مستر. ادي كوتيشن بدأتها بكلمة واتس، لازم ابدأ بكابيتال يا استاذي. خلصت الكابيتال لتر، فارجوك راجعها مع بدايه السنتنس، مع البروبر نيمز، مع البوكس، مع البروناون اي، مع الدايركت سبيتش. بعد كده رحنا عند الكومه، والكومه وقفنا عندها كتير جدا لو تفتكر، احيانا شرحناها في ساعه لربع تقريبا لانها صفحتين كاملين. افتكر انا اول ملاحظه في الكومه انها دبل ام مش ام واحده. طيب كتبنا في السنتنس اي سو اي كوما بي كوما سي اند دي، وتعلمنا ان انا بستخدم الكوما ديت عشان حاجه اسمها سيبريت ليست، لفصل عناصر القائمه. وانت بتعمل سيبريشن للليست لازم تستخدم الكوما. الحاجه الثانيه لو تفتكر قلنا للناس ان قبل اند ممكن احط كوما، قبل اند او اور ممكن احط كوما، وديت اوبشنال، ممكن تتحط وممكن تتشال، واسمها اوكسفورد كوما، اسمها اوكسفورد كوما اللي بتيجي قبل اند او اور، وديت اوبشنال تتحط او تتشال. ديت نمبر 1 في الكوما ان انا بستخدمها تو سيبريت ليست. نمبر 2 في الكوما مع بعض الانترودكتوري ووردز زي بليز ويس ونو ويل واوف كورس وشور وام شور، بستخدم بعدهم كوماز على طول. وليك انت عشان تعرف كل حاجه بالتفاصيل، كلمه بليز لو جت في بدايه الكلام بامكانك تحط كوما، وامكانك لا، الموضوع اوبشنال مش اجباري، مع بليز بس. بستخدم الكوما برضو مع مين؟ مع النيمز بتاعت البيرسون يو ار ادريسنج او يو ار سبيكينج تو، مع الشخص اللي بتكلمه. فاكرين من شويه لما قلت علي يو هاف فورغوتن، علي حطيت بعديه كوما. طب لو جبت علي في الاخر اكيد احط الكوما قبليه. طب لو جبت علي في النص زي ساره كده احط كوما ما بين قبليه وبعديه. يو شود ليف ناو ساره اذروايز، والا يو مايت بي ليت. قلنا ساره هنا بتوين تو كوماز لان معناها انا بكلم ساره. طيب بستخدم الكوما برضه في نمبر 4 مع الادفيربيال فريز. الادفيربيال فريز هي الكلمه اللي بتيجي في اول الكلام عشان توصف السنتنس كلها، وغالبا بيكون اخرها الواي. بقول غالبا ما بقولش دائما، زي fortunately we succeeded, luckily we escaped, on my way home I had an accident. دول اتحطيت بعدهم كوما كبدايه. yesterday I slept، بستخدم كوما بعد yesterday. بستخدم الكوما مع مين برضو؟ مع حاجة اسمها separation of two clauses in a complex sentence. يعني ايه complex sentence؟ شرحنا للناس ساعتها ورناهم السنتنس ديت، وقلنا لهم طول عمرك كانوا بيقولوا لك الجملة اللي قصاد عينك دي، if you study well you will succeed. if ديت اسمها conjunction يا مستر، كلمة بتربط جملتين ببعض. وقلنا الconjunction بالتفاصيل لو تفتكروا في الفيديو التأسيسي الموجود في الشانل عندك، فيديو كده اسمه get ready before session 1، روح شوفه عندك في الشانل. طيب لو conjunction جه في اول الكلام لازم استخدم كوما في النص. لو اف جت في اول الكلام في كوما في النص هستخدمها مستر. طيب لو مش عايز اجيب conjunction في البدايه، عايز اجيب الconjunction في النص، ساعتها ما استخدمش اي كوماز نهائي. you will succeed if you study well. فمن فضلك الconjunction في اول الكلام كلمه الربط جت في الاول، يبقى في كوما في النص. طب الconjunction لو جه في النص ما فيش اي كوماز هستخدمها مستر. زي ايه مستر؟ زي السنتنس اللي هو مديها لي هنا عند حضرتك الاولها، وين قال لك when I was doing my homework حط كوما في النص وقال لك the bell rang. طب لما بدا بذا بيل رانج قدام قال لك ذا بيل رانج وان اي واز دوينج ماي هوم ورك، ما حطش اي كوماز. وبالنسبه للشرح بتاع الكومبلكس سنتنس، سالنا الناس السنتنس اللي قصاد عينك دي، اف يو ستادي ويل يو ويل سكسيد، دي سنتنس واحده ولا اثنين؟
كذا حد اتلخبط وقال الاثنين، مع انها اقسم بالله it's one sentence، just one sentence، بنسميها complex، complex sentence يعني جملة معقدة عشان فيها جزئين. الجزء الاول اسمه dependent، dependent، والسكند بارت اسمه independent. السكند بارت بنسميه independent مستقل عشان ممكن يقف لوحده، ممكن اقول you will succeed بتديك معنى لوحدها، لكن مفيش جملة اسمها if you study well وخلاص. محدش هيقول لي if you study well ويسيبني ويمشي يا مستر. عشان كده الجزء الاول بيسميه dependent، معتمد، معتمد على الجزء الثاني، والجزء الثاني بنسميه independent مستقل ممكن يقف لوحده، والجزئين مع بعض بنسميهم complex sentence. ماشي يا مستر، بستخدم الكومة تاني مع بعض الكونجنكشن الموجود عندنا زي however و for example و nevertheless و therefore. ممكن استخدم بعدهم كومة، طبعا however equal but، nevertheless equal but، و therefore equal so. رحت بعد كده الناحية التانية في استخدامات الكومة في number 7، وقلنا بستخدم الكومة يا مستر للتعبير عن الدايركت سبيتش، ومع الدايركت سبيتش كده فتحنا حوار كبير جدا وقلنا احفظ الشكل اللي قدام عينك ده. علي said، دايما بعد علي said لازم احط كومة. قال I'm very happy، بعد I'm very happy بحط الفول ستوب، سواء جوه او بره مش فارقه، بس واحده منهم مش اتنين. عايز تحط فول ستوب جوه ماشي، عايز تحط فول ستوب بره ماشي، بس ما تستهبلش وتحط الاثنين مع بعض، عشان ممنوع منعا بتاتا 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 انك تستخدم ثلاث علامات ترقيم ورا بعض، مفيش 3 punctuational marks together لا جوه لا بره، ما تحطش الثلاثه، ما ينفعش تعملي فول ستوب اكس كوتيشن مارك فول ستوب، انت كده بتعمل ساندوتش. فاحفظها بقى، بعد علي ست حط كوبا، قال الكوتيشن وحط فول ستوب جوه وبره. طب لو عايز اجيب الكوتيشن في الاول هيقول لي I'm very happy، ويستخدم الكوما اجباري اجباري جوه، الكوما اجباري جوه الكوتيشن، وطبعا بعد علي ست حط الفول ستوب. طب ديت اسمها ستيتمنت يعني جمله خبريه. طب لو كان الكوشن اصلا سؤال، لو كان الكوشن سؤال زي كده علي ست برضو هنحط كوما. How are you؟ يا ترى الكوشن جوه ولا بره؟ لازم الكوشن جوه، لان الكوشن بدا من كلمه هاو، وهاو اصلا جوه الكوتيشن، ما دام هاو جوه الكوتيشن يبقى لازم الكوشن يخش جوه. طب لو جبنا نحط فول ستوب في الاخر، لا ما نحطش عشان ممنوع ثلاث علامات يا مستر. طب هاو ار يو، هاو ار يو بدانا بيها، برضو اجباري الكوشن جوه وسيد علي فول ستوب. طب نحط كوما هنا قبل سيد علي؟ لا ما ينفعش عشان ما فيش ثلاث علامات ورا بعض. لو عملت مقارنه سريعه كده اتفضل بص كده، علي ست حط كوما، وتحت علي ست حط كوما، فوق الكوتيشن ماركت قال والفول ستوب جوه او بره. طب تحت الكوتيشن ماركت قال او الكوتيشن نفسه اتقال، وبعد كده الكوشن ماركت حط جوه عشان بدات بهاو. I'm very happy حط بعدها كوما والكوما اجباري جوه. How are you حط بعدها كوشن مارك وكوشن مارك اجباري جوه، وما تجيبليش تلات علامات مع بعض. ده كان الشرح السريع ل 7 و 8 و 9. اما النمبر الثاني يا مستر بيقول لك بستخدمه مع تو كلوز، او مع مع الكلوز which add extra meaning اللي احنا بنسميها non defining relative clause. قلنا للناس وانت بتكتب موضوع تعبير بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بتحطها between two brackets، عايز تقول ان ديت جمله اعتراضيه ممكن تتشال من غير ما تاثر في المعنى. بص كده على السنتنس بتاعت اليكس، اليكس which overlooks the sea is very crowded. لو شلت الجمله بتاعت which overlooks the sea هتلاقي الجمله ماشيه عادي مفيش اي مشكله، معنى كده ان which overlooks the sea ديت extra meaning للسنتنس ممكن تتشال وترمي ما فيهاش اي مشاكل. وسالنا الناس ساعتها قلنا الجمله الاعتراضيه في العربي بتحطها between two brackets، عندنا between two commas. سالناهم سؤال وقلنا لهم ايه الفرق بين التو سنتنسز دول، my sister who lives in معادي will visit us، والناحيه الثانيه my sister who lives in معادي will visit us. المعنى واحد بس الشكل هو مختلف، فوق حط تو كوماز، كوما قبل هو وكوما قبل ويل، لكن تحت ما حطش اي كوما خالص. سالنا الناس ساعتها وقلنا لهم one of them means one sister and the second means more than one. واحده فيهم معناها انا عندي اختي واحده، والتانيه معناها انا عندي اكتر من اخت يا مستر. خد وقت فيها وفكر بعد اذنك، اعمل بوز لانه هيحل على طول. لو هتبص على طول هقول لك انت مين فيهم ممكن يتشال. ايوه اللي فوق ممكن تتشال، هو لافز ان معادي ممكن اتشال بدون تاثير في المعنى، معنى كده اني مش محتاج اقول لك هي عايشه فين. عارف ليه؟ عشان ما عنديش غيرها، فمش محتاج اقول لك هي عايشه فين اصلا. لكن تحت ما رضاش يحط التو كوماز، معنى كده ان هو لافز ان معادي ليها كروشال مينينج، جيفز كروشال مينينج يا مستر، بتدي معنى عظيم، معنى كده انها بتفرق لي بينها وبين بقيه اخواتي يا مستر، ان تحت عندي اكتر من اخت، واحده في المعادي والثانيه في العبور والثالثه ساكنه مثلا في 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 الدقي، لكن فوق يا مستر هي عندي واحده بس ما فيش غيرها. ليه؟ لاني مش محتاج اقول لك هي عايشه فين، لو ما قلتلكش انت كده كده عارف انا اقصد مين، لان ما فيش غيرها اصلا. طيب ده سؤال كنا عرضناه للناس وفي ناس جاوبته صح وفي ناس ما جاوبتوش. بستخدم الكوما مع الكويشن تاج، لو تفتكر قلنا قبل الكويشن تاج بحط كوما وبعدها كويشن مارك. بستخدم الكوما برضو مع الديت، مع التاريخ، لما قال لي كوما 2010
وكما 1968، يعني بحط الكما قبل الديت مستر، مع الوضع في الاعتبار اني الجمله الاخيره راح الاوجست 2011 ما رضاش احط كما. ليه ما رضاش احط كما؟ عشان ما فيش اليوم. طب ما فيش يوم ما فيش كما، فاحنا بنقول نو داي نو كما مستر. بستخدم الكما برضو للتعبير عن التو ادجكتيفز جايين مع بعض، لما بيقول لي هي از سترونج هيلثي مان، بس لازم التو ادجكتيف يكونوا من نفس الكاتيجوري، يعني الاثنين يعبروا عن اوبينيون، الاثنين يعبروا عن سايز، الاثنين يعبروا عن ايج، ليكونوا من نفس الكاتيجوري يا مستر. طيب بنقولها بطريقه ثانيه كده، لو جرب اند، لو اند نفعت يبقى تنفع يا مستر، لو جربنا نحط اند بينهم يبقى الكوما تنفع. جرب اند كده، هي از A strong and healthy man، الاثنين واحد، فبالنسبه لي اند تنفع فالكوما تنفع. طب جرب اند كده، لو شلنا healthy وحطينا Egyptian، he is a strong and Egyptian man، مش هتيجي خالص، لان الكاتيجوري اختلفت، Egyptian دي nationality وstrong دوت opinion او size، مش هتفرق. ففي كل الاحوال لازم الاثنين يكونوا من نفس الكاتيجوري او الاثنين اجرب بينهم اند، لو اند نفعت يبقى الكوما تنفع. بستخدم برضو الكوما للتعبير عن interruption، الجمل الاعتراضية اللي بتحط في نص الكلام، وقلنا للناس حتى في العربي عندك الجملة الاعتراضية لا محل لها من الاعراب لانها ما ضفتش للمعنى، واللي ما يضيفش للمعنى خلاص مش محتاج تعربه في حاجة اصلا. طيب في الشابس you might imagine، كأنها you know مثلا اللي احنا بنقوله في الكلام دوت اعتراض، ممكن اشيل وارميه في الباسكت. راجع الكوما براحتك، انا بعمل بس revision سريعة عشان كده مش عايز اعيد وازيد في نفس الكلام يا مستر. روح هناك في نمبر 6، روحنا على حاجه اسمها الكولن، وعند الكولن قلت لك امسك قلمك واكتب I saw a lot of people colon A comma B comma C and D. قلنا الكولن بتسميها في العربي نقطتين فوق بعض، احنا بنسميها كولن. بستخدمها مع ايه؟ بستخدمها مع introduce a list. فوق في الكوما، روح ارجع لو عايز ترجع لنا، كنا بنقولها بستخدمها لسيبريت ليست، بفصل بيها عناصر القايمه، دي مين؟ دي الكوما. لكن هنا الكولن بستخدمها للانترودكشن بتاعت الليست، وانت بتقدم الليست نفسها. بس خد بالك ان الكوما دي الكولن ديت مستحيل احطها بعد فيرب، يعني ما ينفعش اقول اي سو كولن كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لازم احطها بعد الجمله المكتمله، لازم السنتنس تكون اكتملت يا مستر. انت بتقول اي سو ا لوت اوف بيبل، دي جمله كامله. لكن لو طلعت كده باك ورجعت لبدايه الكوما وقلت لي هنا احط كولن، هقول لك غلط، لازم السنتنس تكون مكتمله، ما ينفعش تحطها لي بعد فيرب. طب ليه السنتنس تكون مكتمله اصلا؟ لان انت بتسميه في العربي حاجه كده اسمها تفصيل بعد اجمال، حتى هو كاتبها لك اهي، تفصيل بعد اجمال يا مستر. فانت لازم تقول المجمل الاول بعد كده تفصصه، يعني تقول المجمل اللي هي a lot of people، بعد كده تروح تفردهم براحتك يا مستر. ده اللي بيخلي الكولن حرام تيجي بعد فيرب، وللاسف هتغلط في ديت في اول كويز هعمله لك في الحصه الرابعه. ارجوك 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 افتكر ان الكولن دي مستحيل تتحط بعد فيرب نهائي، لازم السنتنس تكون مكتمله. ما ينفعش تقول لي اي سو كولن احمد ابراهيم ومحسن، دوت غلط. لازم تقول لي I saw many my friends أو many friends أو three friends، تقول المجمل بتاعهم بعد كده تحط الكولن وتفصصه بقى يا مستر. في استخدام تاني برضو للكولن هو مكان كلمة because، بقى كأني جملتين بينهم وبين بعض reason و result. ازاي؟ sentence زي كده I got the full mark because I studied hard، ممكن أشيل because كده واستخدم مكانها الكولن. I didn't go to school colon I was ill، علشان أنا كنت تعبان. كأن كلمة because واتحذفت يا مستر. في استخدام تاني للكولن هو which is أو who is. إزاي يا مستر؟ لما أقول لك الجملة اللي قلناها في السيشن after spending 3 hours أو 3 hours in studying I reached the last minute colon rest، أخيرا وصلت لهدفي اللي هو rest. بتقول after meeting a lot of people in my life I still in love with only one person colon my mother اللي هو who is my mother. وقلنا افتكر هنا الراجل بتاع الافراح الشعبيه اللي كان بيمسك المايك وبيطلع على المسرح وبيقول معانا المعلم الفلاني اللي جاي لنا من اخر الدنيا اللي جاي عشان ننقطنا كولن، المفروض يقول اسمه، يعني who is فلان الفلاني يا مستر. طيب بعد كده مع حضرتك استخدمناها في بدايه الكوتيشن، قلنا ممكن استخدمها مع الكوتيشن يا مستر مكان الكوما، بس دي مش قوي. برضو بستخدمها للتعبير عن ايه؟ للتعبير عن الاورس، عن الساعات، بتفرق ما بين الاورس والمينتس. رحت بعد كده عند السيمي كولن وقلنا السيمي كولن مكان مين؟ لو الكولن مكان بيكاز يبقى السيمي كولن مكان بات يا مستر. I studied hard but I didn't succeed. ممكن اشيل بات واستخدم السيمي كولن لانها بتعبر عن الكونتراست او الاوبوزيت.
فافتكر بقى ان الكولن مكان كلمه بيكاز، لكن السيمي كولن مكان بات. وعشان نديك المعلومه كامله قلنا مكان اند وبات واور ويت وسو، ممكن اشيلهم واستخدم مكانهم سيمي كولن. لكن الكونجنكشن الكبيره زي فور اكزامبل وفور انستنس ومورفر بيسايدز اكوردنجلي فرذر مور اذروايز هاويفر ذس وذير فور، لازم استخدم قبلهم سيمي كولن وبعدهم كوما. قلنا للناس وانا صغير كنت بحفظها كده، ان الكونجنكشن الكبيره ليها مكانها في السنتنس، ما ينفعش تتحذف، فكنا بنستخدمها قبلها سيمي كولن وبعدها كوما. لكن الكونجنكشن الصغيره زي اند وبات ويت وسو عادي ممكن احذفها، ملهاش وزن كبير، احذفها وحط مكانها السيمي كولن يا مستر. طيب رحت الابوستروفي. الابوستروفي كنت بستخدمها مين؟ بستخدمها مع البروبرتي، مع الملكيات. وراجعنا عن الناس الملكيات بالشكل الجميل ده. قلنا قبل كده عايز اقول كتاب احمد، كتاب احمد، فقلت احمد ابوستروفي اس بوك. طب كتاب الطالب ستودنت ابوستروفي اس ستودنت ابوستروفي اس بوك. طب لو كانوا طلاب كتير، لو كانوا طلاب كتير خليهم كتير الاول بعد كده حط الابوستروفي، يعني خليهم بلولر بحرف الاس بعد كده ضيف لها الابوستروفي تبقى ستودنت بوكس. طيب يعني كده ايه الفرق بين 2 و 3؟ ان 2 طالب واحد، 3 طلاب كتير، منع لوجود اس ابوستروفي اس سمستر. معنى كده ان كل كلمه بلولر بضيف لها ابوستروفي بس. طب افرض الكلمه كانت بلولر بس ما فيهاش حرف الاس، اعملها كانها سنجلر وضيف لها ابوستروفي اس عادي، زي children هي بلولر، وكذلك women وكذلك people كلهم بلولر بس ما فيهمش حرف الاس، فما فيش ما يمنع ان انا اضيف ابوستروفي اس عادي. هو اللي منع في كلمه students ان فيها اس اصلا، ما رضيتش احط اس زياده، منع لوجود اس ابوستروفي اس ورا بعض. طيب لما روحنا للناس وقلنا هل ينفع في الانجليش اس ابوستروفي اس؟ ينفع، ينفع في حاله واحده بس، لو كان الاسم اصلا اخره حرف الاس، زي لميس وانس ورمسيس وموريس وتشارلز والناس دي كلها، ممكن بامكاني ان انا اقول انس بالابوستروفي واسكت، وبامكاني ان انا اضيف ابوستروفي اس. both of them are right. طيب اخر حاجه كنا بنقولها علز اند احمد سبوك. لو قلت علز اند احمد سبوكس معنى كده ان في كتاب لكل واحد فيهم، كده علي ليه كتاب واحمد ليه كتاب، عشان كده حطينا حرف الاس. لكن لو قلت علي اند احمد سبوك هو كتاب واحد بس، اوعى تفتكر الكتاب الواحد ده بتاع احمد لوحده، لا هو كتاب واحد عايد على الاثنين، لان الجمله بتقول اي ريد علي اند احمد سبوك، يعني كده قريت كتاب علي واحمد مع بعض. تمام؟ وطلعنا هنا برول بتقول ان عدد حروف الاس بعدد البروبرتيز بعدد الملكيات. لو عندي 2 اس كده عندي كتابين، لو عندي اس واحده يعني كتاب واحد مشترك للاثنين، والابوستروفي اس بتروح للاخير ما بتروحش للاول. لو ادينا مثال هو كاتبه لك عندك، كان بيقول لك هنا عليز اند تامرز فاذرز، كام اس؟ عندي 2 اس يعني عندي 2 فاذر، عشان كده الفاذرز. طب والثانيه علي اند تامرز فاذر هي اس واحده بفاذر واحد، معنى كده ان علي وتامر مشتركين في الاب، عشان كده هم اخوات. طيب يا مستر ممكن استخدم الابوستروفي مع الكونتراكشن، يعني ايه كونتراكشن؟ بدل ما اقول اي ام بقول اي ام على طول، بدل ما اقول هي ويل ممكن اقول هيل، اللي هي هي ويل او اي ابوستروفي دي ايد اللي هي اي هاد او اي وود. بستخدم الابوستروفي برضو للتعبير على الديوريشن، لما اقول 1 ويكس سيك ليف و 3 دايز فاكيشن. بستخدم الابوستروفي للتعبير عن العقد؟ لا ما بستخدمهاش للتعبير عن العقد، بس اللي هو كام؟ العشر سنين. لما اقول 1950s اللي هي كام؟ الخمسينات. في اللغه العربيه المفروض ازود دي زياده فاقول الخمسينيات يا مستر. ايه الخمسينيات؟ من سنه 50 لسنه 59. هتقول لي دول 9 سنين، هقول لك يا اهبل لا دول 10 عشان بتحسب ال 50 معاك. ما ينفعش احط ابوستروفي هنا يا مستر. طيب بستخدم الابوستروفي اس للتعبير عن المكان. دكتور ده دكتور، طب دكتور ابوستروفي اس العياده بتاعته. بوتشر جزار، بوتشر ابوستروفي اس دي محل الجزاره. كاربنتر نجار، كاربنتر ابوستروفي اس ده الورشه بتاعه النجاره يا مستر. رحت بعد كده على الكوتيشن مارك وقلت لك اتفضل صلحها له عشان هو كاتبها غلط، المفروض تبقى كوتيشن مش كويشن، وهو كاتبها لك تحتها هنا يا مستر، واخدناها بتفاصيلها جوه لو تفتكر، لما قلنا هي سيد مين يحط قبلها كوما مين بعدها كوما. طيب بالله عليك خلي بالك ان لما تقلب الصفحه تلاقي الهايفن، الهايفن ديت بنحطها امتى؟ لربط كلمتين مع بعض. لو قلت لك افتكر اني عامله زي الجلو بتربط جملتين شوجر فري حطينا بينهم هايفن، وسالنا الناس ساعتها قلنا احنا بنقول ماي 8 يير اولد بوي ما بنقولش 8 ييرز ليه؟ هتجينا بالتفصيل في الكومباوند ادجكتيف، بس شرحناها للناس وقلنا لانك 8 يير اولد كلها كلمه واحده بنعربها ادجكتيف بوصف بيها الولد اللي اسمه بوي. قلت لك انا سالتك انا سعيد، قلت لي ام هابي، نحن سعداء، وي ار هابي. ينفع نقول وي ار هابز؟ ما ينفعش، لان الادجكتيف عمرها ما تتجمع،
و8 year old كلها adjective وصفت الولد اللي جاي وراها. طب لو البوي ده اترمى قدام my boy is، كنت هتقول my boy is 8 years old براحتك من غير بقى الهايفن، وساعتها الاس تبقى حلال لانها ما بقتش adjective. بستخدمها برضو مع البريفكس زي ايكو فريندلي، وايكو طبعا اختصار لايكولوجي، وكذا حد يقول لي ايكونومي، ايكونومي ايه بس اسمها ايكولوجي، علم البيئه يا مستر. اخدنا الفرق بين حاجتين ان داش وام داش، حاجه مش بتيجي كتير بس اعرفها، ان الان داش سموها ان عشان هي شرطه صغيره، الان الصغيره بتيجي دايما مع الافرج او الرينج زي مثلا 15 to 25، اما الام داش شرطه كبيره شويه ريبليس الكوماز والسيمي كولن والكولن، بس بتيجي في الانفورمال رايتنج عشان كده ما بنركزش عليها لانك في الامتحان بتتسال على الفورمال رايتنج يا مستر. ديت كانت مراجعة سريعة كده في 25 minutes كده على اللي حصل في البانكتويشن. طبعا في الشرح قدام الناس اخدت معانا حوالي ساعة ونص لوحدها او يمكن اكتر، بس احنا عشان بنعمل ريفيجن سريعة عليها كده يا مستر. حلينا مع بعض تيست 1 وتيست 2 بالحل قصاد عينك اهو، تعالى نفكرك. Mother had to go into hospital. لو مش عايز الحل دوت انزل تحت في الديسكربشن هتلاقيني حاطط لك اللينك بتاع البي دي اف فاضي، روح حله وارجع لي تاني. انا بس بحل عشان الكلام ده اصلا حليناه في السيشن الطبيعيه مع الناس. Mother had to go into hospital space she had some heart problems، علشان كان في كلمه because وتشالت، because وتشالت فاستخدمناها كلمه البارك اللي اسمها colon. طيب which of the following sentence is punctuated correctly؟ ده الستايل اللي هيجيلي في الامتحان، يديني sentence. Did you understand why he was upset؟ ديت sentence كاملة، معنى كده انا ما يفصلهاش، فC وD غلط لأن فصلها بكوما وفصلها فول ستوب، وB غلط عشان حاطط W capital مستر. Which of the following sentence؟ It's a fine idea. Let's hope that it's going to work. مفروض ديت two sentence فيفصل بينهم فول ستوب عشان كده بيتنفع. وممكن برضو اعتبر ان كان في كلمة so اتشالت، فاكر من شوية لما قلنا السيمي كولن بتحل مكان and but we so yet to or، عشان كده A و B صح، والمستيك في C انه ما حطش الابوستروفي بتاعت كلمة let's. The USA has a very large area. من ناحية أخرى كندا is even larger، كأني بيتكلم two opposite، كأني كلمة but و but اتشالت يعني السيمي كولن، فخد بالك الفرق بين 1 و 4. بيديني تحت سنتنس يقول اختار الصح. بالمناسبه في حاجتين صح مش واحده. The woman who lives next to us is traveling abroad. هنا دي جمله اعتراضيه اللي هي non defining relative clause، قلنا للناس ممكن احطها between two commas او ممكن اعتبرها defining وما احطهاش between two commas، يعني يا احط اثنين commas لا يشيل اثنين commas. علشان كده A صح و C صح، ده اللي خلى الاثنين صح، لان لا يحط الاثنين لا يشيل الاثنين. في مستيك في B ان حط واحده، حط واحده كوما ونسى الثانيه. في مستيك في D ان حط كولن من عنده اصلا يا مستر. في question 6 بيقول لنا I have lost my pen، دي الجمله may I pour yours، يعني بعد الجمله الاولانيه المفروض يحط فول ستوب. C غلط عشان حط فول ستوب وبدا بسمول، وB غلط عشان حط كوما وبدا بكابيتال، قلنا بعد بعد الكوما سمول مش كابيتال، ودي غلط عشان كلمه يورز المفروض ما يحطش الابوستروف يا مستر، يخليها يورز بس من غير الابوستروف، فالحل بتاعها نمبر A. في 7 we were at space wedding party yesterday. بص على الخطوات اللي هقولها، انا رحت كام حفله؟ رحت حفله واحده، هو قال بارتي واحد، معنى كده حفله واحده بحرف اس واحد، هيروح للاول ولا للاخير؟ يروح للاخير، عشان كده قلت ايمان اند احمد. تعرف لو قلت ايمانز اند احمد اللي هي نمبر سي انا كده رحت حفلتين كل واحد حفله لوحده. طب لو رحت قلت بي معناها انا رحت حفله ايمان بس ورحت احمد شخصيا مش حفلته، لا ده انا رحت احمد. حاجه كده ما يدخلهاش عقل يا مستر، عشان كده دايما الابوستروفي لو واحده تروح للاخير مش للاولاني يا مستر. Which of the following قال لنا my friend said، المفروض by my friend said يحط كوما، هو ما حطش كوما عشان كده سي غلط، فبالتالي A تنفع و B تنفع. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفول ستوب مره دخلها جوه مره خرجها بره، وانا وانت شرحنا انها اوبشنال جوه او بره عادي. طبعا سي في مستيك تاني لما قال فاذرز خلاهم بلودر، وفي كلمه ادفايس ما حطش الفول ستوب لا جوه ولا بره. في نمبر 9 which of the following قال لي you have only one choice، عندك اختيار واحد بس، كاني في جمله واتشالت كانها which is اللي هو ونسي يحطها، which is لو تفتكر كان مكانها ايه؟ كان مكانها colon يا مستر. في نمبر 10 حليناها واحنا مغمضين، اني مع الديت بنفصل ما بين الاورز والمينتس بالكولن، عشان كده اخترناها نمبر سي. في تيست 2 قال لنا مام نيدز فور ثينجز ات ذا ستور، وهيبدا يعددهم لي يقول لنا الباتر والفلاور والبريد والناس دي كلها، تو انتروديوس ليست. كنا بنستخدم مين؟ كنا بنستخدم نمبر بي اللي هي الكولن. بعد كده راح في نمبر 2 وقال لك يو ار ذا لاست بيرسون اون ايرث ايد اسك فور هيلب، المفروض بعد الكوتيشن نحط كوما والاجباري الكوما تبقى جوه، فبي غلط عشان حاطط فول ستوب، و سي غلط لان بعد الكوتيشن بدا بكابيتال اللي هي حرف الشي كتبه كابيتال. وايه الفرق بين A ودي؟ الفرق بين A ودي هي في الاي دي يا مستر، المفروض اي ابوستروفي دي.
في نمبر 3 I took my umbrella. It looked like it was going to rain. علشان الدنيا كانت هتمطر. كأني علشان وتشالت. كأني because وتشالت فاستخدمنا الكول إني مستر. في نمبر 4 افتكر دائما الفرق بين ات و اتس. ات apostrophe اس معناها it is وببدأ بيها الجملة. بما إني ببدأ الجيه بيها الجملة يبقى سي ودي غلط عشان بادئين الجملة غلط. أما اتس من غير apostrophe ملكية للحيوانات للأنيمال والجمادات طبعا. فأنا بقول اتس ميل الملكية الأكل بتاع الكات. بيغلط عشان حاطط ابوستروفي زياده. في نمبر 5 بيقول لي دكتورز لوك افتر بيبلز هيلث قلنا بيبل بما انها ما فيهاش اس بامكانها تاخد ابوستروفي اس عادي يبقى عايزين بيبل ابوستروفي الاول بعد كده اس عشان كده الحل بتاعنا كان نمبر A. في نمبر 6 يا مستر هو بيكلم هاني بما انه بيكلم هاني المفروض يحط بعديه كوما فايه غلط عشان ما حطش كوما. طب في نمبر سي غلط عشان الاس بتاعت ستوب كابيتال. طب ايه الفرق بين بي ودي؟ هل الاوردر هنا اوردر طبيعي ولا في انفعال؟ في انفعال. You are disturbing us. انت متضايق. فلازم هو بيصوت هنا بيقول له هاني stop making noise. في exclamation mark. في نمبر 7 قال لنا Sarah's house is more expensive than ours. مبدئيا لو بصيت على ساره هتعرف ان سي ودي غلط لان حاطط اس على طول دايركت. طب ايه المشكله في اي؟ المشكله في ايه انه حط ابوستروفي اس. الابوستروفي اس مستر تضاف للناونس مش للبروناونس او الاحمدس وعمرس ما اقولش اورس وهزس وهيرس. عشان كده الحل بتاعنا كان نمبر بي. في نمبر 8 which of the following sentence I know هدى that you are in a real fix وفيكس معناها difficult situation. قلنا بما انه بيكلم هدى يبقى لازم يحطها between two brackets عشان كده اي وسي غلط عشان ما حطهاش between two commas سوري المفروض between two commas. طيب ايه الفرق بين بي ودي؟ بعد بحث عناء بعد يعني بحث فعلا 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 كان متعب اكتشفت في الاخر ان ايه؟ ان نمبر دي فيها فول ستوب ونمبر بي ما فيهاش مستر. بعد عناء البحث في دوت اكتشفت ان دي هي الصح علشان بي ما فيهاش فول ستوب. رحت بعد كده سالتك في نمبر 9 وقلت لك اقرا السنتنس وهو يقصد فيها تلميذ واحد ولا تلاميذ كتيره يقصد بيوبل ولا بيوبلز. قلت لي تلاميذ. عرفنا تلاميذ من كلمه ذير مش من كلمه ميستيكس يا مستر لان ممكن تلميذ يعمل ميستيكس كتيره بما انهم عايزهم تلاميذ فخليهم كتير الاول بعد كده حط الابوستروفي اس يعني خليهم بلولر بحرف الاس بعد كده ضيف الابوستروفي بس بقى منع لوجود اتنين اس ورا بعض خليهم بلولر بحرف الاس بعد كده ضيف الابوستروفي الحاجه الوحيده الممكنه هي نمبر سي. بعد كده في نمبر 10 يا مستر قلنا قبل كده الكونجنكشن الكبيره زي therefore وconsequently والباقي يجي قبلها سيمي كولن وبعدها كوما قبلها سيمي كولن وبعدها كوما دي موجود في نمبر A. وقفت عند البنكتويشن عندك لغايه هنا يا مستر والهومورك بتاعك ممكن تروح تشوفه قدام في الفيديو لاني بخلص الاول اللي انا عملته في السيشن في كل حاجه لاني بعد البنكتويشن رحنا على الترانسليشن اخذنا في الترانسليشن في بيج 131 حاجه اسمها misplacement modifier misplaced modifiers وان الموديفايرز هو الادجكتيف والادفرب احيانا بيحطوهم في موضع غلط في الجمله لما رحنا حلينا ممكن تعمل بوز وانت وانزل تشوف حل في كتابك لو ما كنتش حضرت معانا او حل في البي دي اف الفاضي الموجود عندك في الديسكربشن لان اديك الحل على طول. في نمبر 131 اكتشفنا ان الحل كان بي اي فيها مستيك في اللو اكستريملي المفروض اكستريملي لو وسي كان فيها مستيك يا مستر لما قال ويذر هوت المفروض هوت ويذر ودي كان فيها مستيك لما قال بيكمز لان الحل بتاعها كان بيكم. وقلنا للناس كان في مستيك مشترك في الاربعه ان انا اشيل كلمه ار. في السكند كويشن طلع معاك اي هي نمبر اي هي اللي صح لان بي يا مستر كان فيها مستيك في المفروض في دينجرسلي ريديوس مش يشقلب. سي برضو فيها مستيك في كوز ميجر المفروض ميجر كوز. ودي كان فيها مستيك ان حاطط لوز افري يير ذير لايفز المفروض لوز ذير لايفز افري يير. وثاوزند المفروض تتحط جوه كمان ثاوزند اوف بيبل. في نمبر 3 طلع الحل بتاعها كان دي المستيك في A في كلمة makes نسي يحط كلمة that المستيك في B في كلمة do easily their job مفروض do their jobs easily والمستيك في C في opportunity golden مفروض golden opportunity. في نمبر 4 طلع الصح بتاعها كان نمبر C A فيها مستيك في serious problem هو كاتبها problem serious و B فيها مستيك في كلمة greatly مفروض will greatly increase ودي فيها مستيك في كلمة fresh water مفروض fresh water مش water fresh. أما نمبر 5 الحل بتاعها كان نمبر B المستيك في A في كلمة interested مفروض is interested. C فيها مستيك في the project great مفروض the great project ودي فيها مستيك في is interest مفروض is interested. كملت معاك برضو في الرول في الترانسليشن وقلت لك ان الفورم بتاعتنا في subject verb complement لازم السنتنس عندي تتكون من الثلاثة دول وقلنا الكومبلمنت اوبشنال ممكن اقول انا نمت I slept
شرحنا الكلام دوت بالتفصيل في المحاضرة الاستثنائية الموجودة عندك في اليوتيوب اللي هي التأسيسية، روح شوفها يا مستر. لما رحت عن الفيرست كويشن طلع الحل بتاعنا نمبر سي، وبكرر عليك لو مش معاك الكتاب اتفضل انزل تحت في الديسكربشن هتلاقي بي دي اف فاضي حلو، وتعالى خد الانسر على طول. انا بحل عشان منعا لتطويل الجزء بتاع الفيديو، وخصوصا ان انا حليت الكلام ده كله في السيشن هناك، انا عامله بس كنوع من الريفيجن للناس اللي ما حضرتش او الناس اللي حابه تاكد او فاتها حاجه. في نمبر 1 طلع الحل بتاعها سي، اي المستيك عشان نسي كلمه از، مفروض ووتر از ذا بيسس. نمبر في بي فيها مستيك في كلمه اتس، مفروض اتس وذاوت ابوستروفي، والمستيك هنا برضو it's also the basis، نسي يحط verb to be. دي فيها مستيك في كلمة doesn't limit، لأن المفروض تبقى isn't limited. نمبر 2 يا مستر الصح بتاعها طلع نمبر A، لأن B فيها مستيك لما نسي كلمة you، مفروض you must learn. C فيها مستيك لأن you must be learning مش must learn it أو must learn. D فيها مستيك لما قال لي this make، مفروض this makes، وكذلك productive successful، نسي يحط and ما بينهم. في السكند بيج 134 اكتشفت ان نمبر 3 كانت صح في نمبر بي. المستيك في ايه كانت في كلمه وركت، مفروض وركينج مش وركت. اما سي فيها مستيك في يو ثينك، مفروض دو يو ثينك. ودي فيها مستيك في انيبلد، مفروض انيبل مش انيبلد يا مستر. ده غير المستيك برضو بتاع البانكتويشن، وقلنا للناس في الترانسليشن ركز على الكلام مش ركز على البانكتويشن. في نمبر 4 طلع الصح فيها في نمبر دي، المستيك في A في كلمة measures، وكذلك في so that، والمستيك في B في كلمة measures مفروض measured. أما C كان فيها مستيك في which one carrying، مفروض which one could carry. أما آخر سؤال عندي في نمبر 5 كان الحل بتاعه نمبر A، فيها مستيك نمبر B في كلمة give، مفروض be given في الباسيف، وهاف دي مفروض تبقى has. C كان فيها مستيك في she had، مفروض she has. وآخر واحدة has been worked غلط، مش هينفع اقول has been worked، خليها has been working. ده الجزء اللي انا حليته في السيشن في الترانسليشن. كان فاضل جزء بسيط في الكومبرهنشن. لو تفتكر الكومبرهنشن حليناها مع بعض وقلنا ايه، قلنا بنقعد بعض الاكسبريشنز اللي موجوده عندنا في 103 وناخد معناها. لما عرفنا الاكسبريشن اللي اسمه give me the cold shoulder معناها ignore يتجاهل، واكسبريشن اسمه a change of heart معناها change your opinion، واكسبريشن اسمه work on معناها try to convince، واما stay up معناها stay without sleeping. رحنا بعد كده حلينا مع بعض الاكسرسايز نمبر 4 وقلنا his severe injury ended his career as a player for good. For good طلعت forever مدى الحياة. I can't go out tonight I need to head the books معناها ان انا اروح اذاكر. وبكرر المرة الالف لو عايز تحل انزل شوف تحت البي دي اف، نزله وحل وارجع شيك معايا. في نمبر 3 لما قال لي we were back to square one، يعني رجعنا للمربع صفر اللي هي we started to rebuild the sand castle. في نمبر 4 had he climbed up the tree very fast but he refused to calm down as he got the cold feet معناها هو خاف ينزل يعني became afraid. ولما قلنا لسيادتك he is built like an ox معناها he is very big and strong. أما ولما بنقول we were in a hole معناها we were in a difficult situation. في نفس الفكرة في نمبر 7 لما قلنا out and about، لما قول لسيادتك I'm out and about معناها I'm very busy. ولما قول لسيادتك I'm going for a stroll معناها I'm going for a walk. Some children or some students dropped out of school معناها سابوا المدرسة ومشيوا stopped going out to school. والأخير عجبتك جدا لما قلنا لو قلت لسيادتك إنك the black sheep of the family اللي احنا بنسميها في اللغة العامية ابن البطة السوداء، هو بيخلوها ابن الخروف الأسود يا مستر، اللي هي مين؟ the most different one from this family. لما كملت هناك في الإكسبريشن وأخدت إكسبريشن اسمه have your own way معناها to do what you want. أما إكسبريشن تاني اسمه taking into account كان معناها to think. في السكند لما قلت لستك I'm so attached to you معناها I'm fond of، أنا مغرم بيك، أوعى تقول tied to أنا كده مربوط جواك يا مستر. لكن لما أقول I no one had the heart to do so محدش قدر يعمل كده، يبقى no one was brave enough. في السكند expression لما قلنا I settle down I need to settle down معناها I need to relax. لكن I knock something over معناها I hit something over يا مستر. والاكسبريشن الاخير او البارت الاخير لما قلنا I do something on my own كانت equal alone، لكن I have a long way to go معناها I have a lot of work to do. رحنا وسألنا لسيادتك في البروناونز لما قلنا كل كلمة عايدة على ايه، كم مرة وانت بتحل الكومبرهنشن كان بيعلم لك على حاجة ويقول لك الحاجة دي يقصد بيها مين. لما قال لي نيوزيلاند is becoming an increasingly popular destination for foreign visitors it attracts، it عايدة على مين؟ على نيوزيلاند، عشان كده اخترت نمبر بي. طب قال لي كده the majority comes as students mostly from Asian countries they stay for anything they stay
زي عريض على students ورحت اخترت students. اوعى تقول لي Asian country. وقال لي تحت انهم بيوفروا لهم good accommodation, اقامه كويسه, clean beautiful environment and reasonable cost of tuition. وقال لي these attracts, ودوت اللي بيجذبهم. يا ترى these عايد على مين؟ كانت عايد على accommodation والenvironment والenvironment والreasonable tuition. كملنا كلامنا برضه في الصفحه اللي هناك وقرينا الباسج بتاعت about old computers. وقلنا ايه؟ about 10 million computers are thrown away each year because mostly most unwanted computers are sent to a dump. They have cost. They عايد على مين؟ مش عايد على الكمبيوتر وخلاص, عايد على unwanted computers. They have caused a problem. The computer industry and the government are working on ways to solve it. It عايد على مين؟ كانت عايدة مستر على البروبلم بتاعت الكمبيوتر. They have concluded that there must be changes in the computer or built. They كانت عايدة على مين؟ قلنا they يعني عايز حاجتين مش حاجة واحدة, عشان كده قلنا the computer industry والgovernment الاثنين مع بعض. They must be made. ترى they عايدة على مين؟ عايدة على الكمبيوتر, لان هم اللي هيتصنعوا, عشان كده قلنا في number 4 انها عايدة على الكمبيوترز. في اس هنا بكتبها عنك. They must be made in ways that allow their parts to be recycled. Parts هي مين؟ parts بتاعت الكمبيوترز يا مستر. وفي الاخر قال لي these طبعا عايدة على البورتس. رحت بعد كده وسألنا سيادتك على المين ايديا, وقلت لك المين ايديا في الكويشنز اللي هو مديهولك اختارها بين اول سنتنس واخر سنتنس. يعني اول واحدة البنسلين is one of the greatest drugs. It has saved thousands of lives already and will save many more in the future. Unfortunately, it has no effect at all on most of the diseases of mankind. Penicillin is a very good drug, but it is certainly not a cure for all. لما طلب مني التوبيك قلنا التوبيك كلمة واحدة فسميناها penicillin. لكن المين ايديا اخترناها الأخيرة. طب ليه ما اخترناهاش الأولانية؟ الأولانية more general. احنا عايزين حاجة specific أكتر. ده اللي خلاني اختار last sentence. ولما رحنا على النايل كروكودايلز حتى ما قريناهاش. نايل كروكودايلز are good parents. المذر بتعمل كذا والفذر بيعمل كذا. عايزين التايتل؟ التايتل اسم النايل كروكودايلز. طب يا ترى البين ايديا هي الفيرست سنتنس ولا السنتنس الاخيره؟ لو بصيت على السنتنس الاخيره وقريتها كده, if the stream dry up the mother searches for water holes then she carries the papers, حسيت انها جزء من حكايه. ما تنفعش مين ايديا, لان المين ايديا لازم تبقى كومبرهنسيف, لازم تبقى شامله. عشان كده اخترناها اول سنتنس, نايل كروكودايلز ار جود بيرنتس يا مستر. وروحنا عند الباسج الاخيره بتاعت اليسون ليبر. تعالوا نقراها مع بعض. Alison Leper paints pictures for a living, but she's not ordinary painter. She doesn't use her hands. When she paints, she uses her mouth. Alison was born without any arms, and she has very short legs. Her physical disabilities caused her to spend the first 17 years of her life in a hospital. But this didn't stop her from achieving her goals in life. She realized that even though she was disabled, there was no reason why she could not express herself as freely as normal people. This was what got her to start drawing paintings. يعني واحدة ما عندهاش رجول خالص, ما عندهاش سوري ايدين خالص, وبترسم, بس بترسم بالماوث بتاعها, بترسم ببقها. Although her disabilities limit her from living a normal life, she never stopped thinking that she wasn't in any way inferior to others. عمرها ما حست انها اقل من الاخرين. Her paintings are quite impressive and they don't like they were drawn by someone who used her mouth. الناحية التانية بيقول لي, Alison continues to encourage others by telling never to give up hope of becoming successful. Her positive attitude has inspired many disabled people throughout the world and will continue to do so in the future. يعني ألهمت العديد من disabled people around the world. سألني في number one, the main idea of the passage is, المين ايديا هي مين؟ طلعت معنا number C, Alison Leper's positive attitude has inspired many disabled people. وسألني في number two, the best title for this passage would be, طلعت A, Alison Leper, painter and inspirer. الفيرب اسمه inspire والنون inspiration, عشان ما تقولش inspiration لأنها غلط. We call it inspiration يا مستر. طيب تفضل روح بقى, هنا انتهينا من اللي خدناه في السيشن مع بعض. نقول بسم الله ونبدأ مع حضرتك دلوقتي. ايه؟ نبدأ مع حضرتك الهومورك بتاع حضرتك. يلا تفضل افتح لنا الهومورك. الهومورك كان يبتدي بهومورك البانكتويشن يا مستر. البانكتويشن هومورك كان موجود في الكتاب بتاع حضرتك, بيج كام؟ بيج 54.
يلا اتفضل حضر لي الهوم ورك بتاعك ونبدأ مع حضرتك. نقول بسم الله ونبتدي مع حضرتك. يلا الهوم ورك بداية من بيج 54. كان عندك هوم ورك في البانكتويشن من تيست 3 لغاية تيست نمبر 8. يلا مستر هاف يور بن، المفروض تكون عملت الهوم ورك بتاعك وجاي عشان تصححه معايا دلوقتي. ولو مش معاك الكتاب للمرة المليون بنقول انزل تحت شوف البي دي اف الفاضي وتفضل حله وتعالى نكمل حل مع حضرتك هنا على طول. يلا نقول بسم الله. لو بدأت انت الهوم ورك بتاعك هنا وعايز تراجع الريفيجن ممكن تجيب الفيديو من اوله، في ريفيجن كده سريع على اللي حصل في السيشن كلها. السيشن كانت معاك تقريبا 2 اورز لغايه 2 اورز اند هاف، احنا عملناها ريفيجن سريعه في 45 مينتس في 45 دقيقه اللي فاتوا. يلا مستر تعالى ابتدي مع حضرتك. نمبر 1، which of the following sentences is punctuated correctly؟ بيقولنا شكل الامتحان بيجي كده، اربع اسئله الاربع جمل نختار منهم الصح. مبدئيا تعال نشوف منى's car is much bigger than عادل's. مفروض منى ابوستروفي اس وعادل برضو يكون في ابوستروفي اس لان الاثنين بنعمل مقارنه بين حاجتين. فمبدئيا عادل نمبر سي غلط لان مفروض الابوستروفي الاول كده خلاهم كلوزر. ثانيا يا مستر عادل في نمبر اي غلط لان نسى الابوستروفي اساسا. في دي المنى's حط الاس الاول قبل الابوستروفي وده اللي يخليني اختار نمبر بي. كده نمبر بي is the correct one اللي موجود عندنا. طيب I've got or I have a good excuse for not doing my homework. I was ill. علشان كأني في كلمة because وتشالت. Because مش but، بما انها because اخترنا الكولن اللي هي نمبر A. بعد كده في نمبر 3، which of the following sentence is punctuated correctly؟ تعال نطلع المستيك لغاية ما نوصل للصح. Welcome to my house. Would you like a cup of tea or a cup of tea؟ مبدئيا أول سنتنس فيها غلط في حاجتين، would كانت small وفي الآخر مفروض في question mark. تاني سنتنس يا مستر would you welcome to my house would you like a cup of tea، هو حاطط ليه colon يا مستر؟ هو حاطط colon ليه؟ ما ينفعش يحط colon، يا السنتنس انتهت، مفيش مجال هنا لاستخدام كلمة because فبيحطش colon. ثانيا في نمبر سي هو حط الكوما وبدأ بعدها بكابيتال وأنت عارف إن الكوما بعدها small، يبقى نمبر دي هي اللي صح. Welcome to my house would you like a cup of tea. Which of the following sentences is punctuated correctly? Stop making noise, the teacher said. لو تفتكر لو تفتكر لو تفتكر قلنا لو الكوتيشن جه في الأول محتاجين كوما مش فول ستوب، فسي غلط وإي غلط عشان محتاجين كوما يا مستر. طيب فاكر يا محترم لما قلنا الكوما كانت جوه ولا بره؟ روح بقى ارجع وافتكر الديتيلز اللي قلت لك اللي محدش هيجيب فول مارك غير لما يعرف الديتيلز ديت. كانت إجباري جوه، معنى كده إن دي غلط والصح يا نمبر بي. بالمناسبه في الديسكربشن برضو هكون حاطط لك الفيديو اللي بعته لك على جروبك اللي فيه ايه، اللي هيكون فيه فيديو صغير مدته 3 مينتس فيه تريكس كتيره جدا في البانكتويشن انت بتنساها، ومعاها البي دي اف للانفوجراف بتاعها، ديزاين جميل يبقى روح شوفه. في نمبر 5 I can go with you to the cinema space can't I، ده كويشن تاج وقبل الكويشن تاج كنا بنستخدم الكوما عشان كده الحل بتاعنا كان نمبر سي. Which of the following sentences is punctuated correctly? The villa has been built since the 1970s. قلنا فوق قلنا فوق مع العقد ما بنحطش apostrophe، ما بنحطش apostrophe خالص، مع العقود ما بنحطش. فين 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 فوق؟ لو طلعنا فوق يا مستر في الجزء بتاع سيادتك كده موجودة فين موجودة فين؟ لو حابب تراجع الجزء بتاع الابوستروفي في الابوستروفي هرجعها لك انت عشان لو عايز تسركل عليها، لو ما كنتش سركلت عليها في السيشن بتاعتنا كانت موجودة في بيج 51 موجودة هنا اهي. وانت بتتكلم على الـ 8 years ما تحطش ابوستروفي، هاتها من غير ابوستروفي يا مستر. الكلام ده موجود في بيج 51 الجزء اللي قدام سيادتك اهو. يعني دايما وانت بتتكلم على الديكيد 10 years ما تحطش ابوستروفي للتعبير عن الخمسينات الستينات، مش عايزين اي ابوستروفي خالص. فمعلش واحنا بنحل استبعدهم، عشان كده وانا بستبعد هستبعد مين هنا عندي؟ ايوه اي حاجه فيها ابوستروفي مش معاك، يبقى نمبر اي مش مع سيادتك، نمبر بي مش مع سيادتك. طيب في حاجه تاني، this villa has been built since، since معناها منذ مش معناها because، فما فيش مجال ان يحط كوما هنا والصح بتاعنا يبقى نمبر سي. Which of the following sentences isn't؟ خد بالك انا عايز الاسنت، انا مش عايز مش عايز الصح، انا عايز الغلط. After he finished his work, comma, he returned home. صح شغاله الجمله. He returned home after he finished his work. فاكر لما قلت لو جبت الكونجنكشن في الاول في كوما في النص، ولو جبت الكونجنكشن في النص ما فيش كوماز فالجمله صحيحه. Having finished his work, he returned
اهو صح جدا، بادئ بالبارتيسيبل كلوز اللي اسمه هافينج، درس كامل هيتاخد عندك في الاكسترا جرامر كانها كونجنكشن بالظبط. طب هي ريتيرند هاو كوما افتر، ما ينفعش احط كوما مع كونجنكشن جاي في نص الكلام، فالمستيك عندي كان في نمبر دي. شايف كل حاجه اتقالت في السيشن بتاعتك انت بتحل عليها دلوقتي اهي. في نمبر 8، which of the following sentences is punctuated correctly? You can buy biscuits, sugar, soap and tea at the grocers. مبدئيا الجروسر هو البقال، لو ضفت ابوستروفي اس تديني مكانه، فجروسرز الاخيره غلط لان عايز ابوستروفي، والسي برضو غلط لان عايز الابوستروفي الاول قبل الاس. كده هبدا اقارن بين 1 و 2. يو كان باي، ادي الكارثه اللي قلنا عليها وانا بشرح. ما ينفعش يحط الكولن بعد فيرب، لازم يقول لي يو كان باي ماني ثينجز، بعد المين ثينجز يحط الكولن. وافتكر انا اكدت عليها اكتر من 20 مره في السيشن. في نمبر 9، I have one goal in life. Which is كاني which is وتشالت which is to bring my children well which is معناها colon عشان كده اخترناها نمبر سي. في نمبر 10، which of the following sentences is punctuated correctly؟ افتح quotation يبدا بكابيتال، when you be home ما دام الكويشن كان جوه يبقى لازم الكويشن مارك جوه، فديت ما تنفعش. ونمبر بي ما تنفعش عشان حاطط كوما جوه يا مستر. ونمبر دي برضو ما تنفعش عشان ما رضاش احط كويشن مارك. When will you be home؟ ساعتها الكويشن جوه لان الكويشن بدأ بكلمه when والحل بتاعنا كان نمبر A. بعد كده في تيست نمبر 4، which of the following sentences is punctuated correctly؟ مين فيهم correct يا مستر؟ It's tiring to climb the hill, isn't it؟ بعد isn't it محتاجين question mark وقبلها كوما، فمعنى كده ان A غلط عشان ما حطش الكوما، و C غلط عشان ما حطش الكوما. فاضل E، it's المفروض it's it apostrophe S، يبقى ديت غلط عشان it's اللي بادئ بيها، والحل الوحيد الصح هو موجود في نمبر D. Which of the following sentences is punctuated correctly? He got what he worked for. Which is money بقى؟ Which is money اللي هو مين؟ اللي هو money يا مستر. Which is كان بتحط مكانها colon، فبي غلط وايه غلط عشان ما حطش الكولن. طب سؤالي بقى، لما هبدا money هبداها كابيتال ولا سمول؟ يا محترم هي في sentence لوحدها اسمها money؟ اكيد لا، فبالتالي ما بداش بكابيتال. قلنا بيبتدي بكابيتال بعد ثلاث علامات، الفول ستوب والاكسكلاميشن مارك وال كوتيشن وال كويشن مارك، فبالتالي دي غلط لانه بادئ بكابيتال يا مستر. الحاجه الوحيده الصح هي نمبر سي. Which punctuation marks should be used at the end of this sentence? What a lovely view we have here. بيستعجب ومع التعجب لازم الاكسكلاميشن مارك اللي هي كده. في نمبر 4، which of the following sentences is punctuated correctly? In 2 days time. قلنا التايم محتاج الابوستروفي اس والاس ابوستروفي، بس هم مين يا مستر؟ بس هم 2 days، يعني خليهم days الاول بعد كده احط الابوستروفي، خليهم days، خليهم plural الاول بعد كده احط الابوستروفي. هو هنا هو هنا هو هنا في اول واحده يا مستر حاطط فول ستوب وكاتب اي كابيتال. طب والثانيه in 2 days time everything in 2 days، طول ما حط الهايفن مش هينفع تحط الاس. فاكر لما قلت لك my 8 year old boy ما رضيتش احط الاس. وفي نمبر A مفروض الابوستروفي بعد الاس مش قبلها، انا قلت لك خليهم days الاول بعد كده احط الابوستروفي عشان هم 2 فلازم يبقى بلولر، والحل الوحيد كان نمبر D. وانا متاكد 100% انك غلطت في السؤال دوت او على الاقل وقفك لفتره طويله. ماشي يا مستر، روح اللي بعدها. Which of the following sentences is punctuated correctly? I know who is coming to visit us tonight. I know who is مفروض who is، فنمبر B غلط عشان الشكل اللي انت شايفه ده، ونمبر C غلط عشان برضو الشكل اللي انت شايفه. Who apostrophe is. طب I know الجملة بدأ ب I، يعني دوت direct ولا indirect question؟ Indirect، ما دام بادئ ب I ما ينفعش ينتهي ب question mark، فالحل الوحيد الموجود عندنا هي نمبر A. في السيكس، يلا يا مستر. My father is A. Which of the following has the perfect punctuation؟ مين هنا has the perfect punctuation؟ معنى كلمة perfect إن أكتر من حاجة ممكن تبقى صح، بس أنا عايز الأصح يا مستر. My father who works in Cairo is very hard working. حاطط كوما وحاطط كوما بعدها، فبالتالي الجملة شغالة. طب the man who works in the shop is very hard working. حاطط كوما قبلها ماشي وحاطط كوما بعدها ماشي، يعني برضو شغالة، بس استنى بقى عشان هنقارن دلوقتي. Cairo, which is overcrowded, faces many problems. القاهرة اللي هي مزدحمة تواجه الكثير، ما رضاش يحط كوما لا هنا ولا هنا. The girl, comma, who won the race was over the moon. حط كوما هنا وكوما هنا. سازي لو تفتكر ال between two commas ده كلام اكسترا، يعني كلام اكسترا كده ممكن يتشال بدون اخلال في المعنى، فانا عايز هنا الاصح،
فبص بقى بتركيزك كده، يعني عايز الحاجه اللي بتتحط بين تو كوميز تكون حاجه اكسترا، ممكن تتشال، ممكن تتشال ما تاثرش في المعنى. خدها من تحت كده، ذا جيرل واز اوف ذا مون. انا معاك ان المعنى مكتمل، بس انت ما قلتليش انهي جيرل. انا عايز اقول الجيرل اللي فازت بالسباق، فمعنى كده الجزء ده اداني معلومات مهمه ما ينفعش يتشال يا مستر. طيب كايرو which is overcrowded، انا وانت وكل الناس عارفين ان كايرو which is overcrowded، فكان المفروض يحط هنا two commas عشان ديت معلومات اكسترا، هو ما رضاش يحط. مش غلط بس ما هوش بيرفكت. طب في نمبر بي، the man who works in this shop is very hard working. the man who works in this shop is very hard working. هتقول المعنى مكتمل، the man is very hard working. لا بس انا عايز احدد المان بالظبط، احدد المان بالظبط، او المان اللي شغال في الشوب، زي ما كنت عايز احدد البنت بالظبط. يعني المفروض المعنى ده يتشال منه تو كوتيشن تو كوميز، واللي تحت يتشال منها التو كوميز، عشان عايز اقصد انهي من فيهم واقصد انهي جيرل فيهم، لان في من كتيره وفي جيرلز كتيره. روح بقى على اول واحده، قال لي ماي فاذر هو وركس ان كايرو. مش محتاج اقول لك هو وركس ان كايرو لان هو فاذر واحد، مش محتاج تعرفني وقاعد فين يا مستر. يبقى ماي فاذر از فيري هارد وركينج، ما عنديش فاذرز كتير فاحددهم لك واقول لك يا ابويا اللي عايش في كايرو، لان ما عنديش اب تاني عايش في اسكندريه يا مستر. فمعنى كده اني احسن واحده فيهم في البانكتويشن هي نمبر اي. سؤال اكيد كان وقفك كتير، بنقول احسن واحده ما بنقولش الوحيده الصح، هما كلهم صح، بس اللي بنقول الحاجه الاكسترا ما تديش معلومات زياده تتحط بين تو كوماز، ونمبر اي اللي اتحط بين تو كوماز دي اديت معلومات زياده ملهاش معنى، لكن بي ودي كان فيها معلومات مهمه، بحدد انهي مان من الكتير، بحدد انهي جيرل من الكتير. طب سي معلومه مش مهمه وما رضاش يحط تو كوميز، مع انه الاولويه كان يحط تو كوميز هنا يا مستر، فالحل بتاعها كان نمبر اي. طبعا وقفتك كتير الجمله ديت. 7 يا مستر، which of the following sentences is punctuated correctly؟ if you are in a hospital المفروض في كوما، it's advisable، فديت غلط لان المفروض it is، ودي وبي غلط برضه مش المفروض it is. It's advisable to keep quiet if حط كوما وجايب if النص، قلت لك الكونجنكشن اللي في نص الكلام ما ينفعش كوماس خالص. If you are in a hospital it's advisable to keep quiet، طبعا هي نمبر دي صح. في 8 beginning a new job space I felt somewhat nervous. beginning لو بدأ ب ING أو BB زيها زي الكونجنكشن بالظبط، فحط في النص كوما. طبعا دي جديده عليك، ده درس كامل ان شاء الله هيستخدمه عندي، موجود في شيت الجرامر الاحمر اللي انت اشتريته دوت، بيتكلم عن حاجه اسمها participle clause. ممكن ابدا الكلام باي ان جي عادي، لما اقول لسيادتك ايه stealing I ran away، انا سرقت فجريت، او robbing I ran away. طب stolen او robbed I cried، بعدها اتسرقت فعيطت يا مستر. مش هكفح فيها احوار كتير، بس اعرف اني ممكن ابدا السنتنس باي ان جي او ممكن ابداها ببي بي. لما اقول مثلا doing my homework comma I slept، اصل الجمله after doing my homework. ماشي يا مستر، وهجي لك بالتفاصيل جوه في الشرح. في نمبر 9 بيقول لي which of the following is punctuated correctly when you go to the store could you، حط فلوس طب وبدا بسمول غلط، حط كوما بدا بكابيتال غلط. when you go to the store هو ما بيسالش، هو بيقول لك لما تروح الستور، لما تروح الستور، لان لو كان بيسال كان يقول لك وين دو يو، فديت غلط يا مستر. هو وين هنا معناها عندما مش معناها متى. when you go to the store comma could you bake a bottle of milk، تمام هي نمبر دي صح يا مستر. بعد كده روح على question number 10، they have an important appointment at، ما بين الساعات والداي بنستخدم الكولن يا مستر، عشان كده بيغلط في الكوما، سي غلط في الهايفن الصغيره، وايد غلط في السيمي كولن، والحل بتاعها كان نمبر اي. تيست 5 to be punctuated well the following sentence needs، لو نحط البنكتويشن هنا ايه البنكتويشن المناسب، we have already signed a 5-year contract، بما اني قال year ما قالش years يبقى لازم هايفن هنا، هايفن شرطه صغيره بين 5 year، لاني قال year ما رضاش يحط حرف الاس، يبقى نمبر دي هي اللي صح. فاكر لما سالتك قلت لك my 8 year old boy ما ينفعش يقول years عشان ديت adjective، وناس كتير اخدت فلوس عليها يا مستر. Which of the following sentences is punctuated correctly؟ We have set a house rule. Do your homework before watching television. مفروض هنا فول ستوب وبدا وسمول دوت غلط. اصلها which is وتشالت يا مستر. Which is وتشالت معاها ايه؟ معناها السيمي كولن، فالحل سي. دي غلط عشان حط فول ستوب وبدا سنتنس جديده فصلها عن اللي قبلها. ودي غلط علشان عمل ايه يا مستر؟ عمل ايه يا مستر؟ مش عشان دو، لا.
عشان الكومة بتاع البي 4 do your homework before watching television. ما ينفعش يحط كومة قبل conjunction لو جه في نص الكلام يعني. My sister loves chocolate. My brother loves vanilla. معنى كده ان كان في كلمة but وتشالت. فبط تنفع لو اتشالت. وكذلك سيمي كولن مكان بط لو اتشالت. وكذلك الام داش اخر حاجة انت كنت واخدها معايا لو تفتكر وقلنا بتعوض عن كل ده بس بالانفورمال. فاكر لما سركلنا على كلمة انفورمال يا مستر؟ بتعوض على كل دوت بس الكلام ده في الانفورمال يا مستر. عشان كده عشان كده عشان كده ارجوك افتكر ان الحل كان التلاتة مع بعض يا مستر. Which of the following sentences is punctuated correctly? My lunch contained. اوعى تحط verb. اوعى تحط colon بعد verb. قلنا الكولن ما تحطش بعد verb. بعد ما يقول لي contained a lot of ingredients ويفصصهم. My lunch contained sandwich, comma, an apple, comma, cake and one carrot. خد بقى شوف بالترتيب بقى فين المستيك. لو بصيت على اول واحده مش هتلاقي ايه مستيكس خالص. طب تاني واحده المستيك في الكولن اللي حطها بعد فيرب. نمبر سي فيها مستيك لما قال contained sandwich and apple. مفيش حاجه اسمها sandwich and apple. ماشي. في نمبر دي my lunch contained sandwich, an apple cake and one carrot. ماشي. هنا يطلع لي في حاجه مشكله بقى. ده اللي احنا بنسميه ambiguity او الغموض. مش قادر اقول لك اني دي غلط لان بعض الناس ممكن تقول ان ابل كيك. ان ابل كيك ممكن حاجه واحده ممكن اعتبرها حاجه واحده بس ان ابل كيك ممكن اعتبرها شيء واحد. فيا ترى اختارها ولا ما اختارهاش؟ طبعا بامكاني ان انا اختارها فاقول ان ابل كيك وبامكاني اعتبر ابل لوحدها وكيك لوحدها. عشان كده ايه صح ودي صح. both of them are right يا مستر. الاثنين صح وده مستيك من عنده. ليه؟ ممكن اعتبر ان الكيك ده شيء منفصل وممكن اعتبر ان ابل كيك وان ايتم بس يا مستر. فبالتالي A شغالة ودي برضو شغالة مستر. both of them are right. ماشي. انزل على بعدها تفضل. في question number 5 which of the following sentences is punctuated correctly. stop مبدئيا غلط عشان بدأ بسمول. stop it وقف دوت. I said don't do that again. I said حط I said في النص كده من غير ما يقفل الكوتيشن اللي يفتح التاني. وكذلك برضو في اللي بعدها المفروض يقفل الكوتيشن في الاول ما يحطش I said من ضمن الكوتيشن يا مستر. فبالتالي الحل الوحيد الصح كان موجود في نمبر سي. سي هي الوحيده اللي صح يا استاذ. Which of the following sentences is punctuated correctly? You said that I could go, didn't you? Didn't. لا حطيت قبلها كومه ولا حطيت في الاخر فلوس طب. فده مبدئيا غلط. طب في نمبر بي المستيك اللي فيها مش حاطط كومه قبل didn't يا مستر. فاضل الاثنين اللي تحت. You said that. بما انه قال you said that ما ينفعش يحط الكوتيشن. الكوتيشن بتتحط لما بيقولش كلمه ذات يا مستر. لازم يبقى indirect ما فيهوش كوتيشن والحل الطبيعي بتاعها هو نمبر دي. في نمبر 7 which of the following sentences is punctuated correctly? While waiting for the bus مفروض كومه حط فلوس طب فالجمله غلط. While waiting for the bus comma I fell asleep. ديت صح يا مستر اللي هي نمبر بي. طب while waiting for the bus I fell asleep ناسي الكومه. I fell asleep while راح استهبل وحط كومه قبل الكونجنكشن اللي جاي في نص الكلام واتفقت كلنا ان مفيش كومه قبل كونجنكشن في نص الكلام. Which of the following sentence انزل حل. I told you said my father. قلت لك بنستخدم كومه مش فول ستوب. فبي غلط عشان حط فول ستوب. سي غلط عشان نسي الكومه. ودي غلط عشان ما قفلش الكوتيشن اصلا. المفروض كان يقفله وما رضاش حتى يفتحوا لي الناحيه الثانيه. فالحل الوحيد اللي موجود عندنا كان نمبر A. طيب روح اللي بعدها. Today was her sister's birthday, so she took her out for dinner. Sister, her sister, her معنى كده ان sister واحده. بما انها واحده خليها واحده بعد كده ابوستروفي اس. فايه غلط في sisters وبي غلط في sisters. مره شقلب ما بين الابوستروفي والثانيه نسي الابوستروفي اساسا. فاضل الاثنين اللي تحت. So took her. بما انك استخدمت so يفضل استخدام كوما قبلها يا مستر. عشان كده دي هي اللي صح. ورجاء نستخدم كوما قبل so بعد كده وانت بتستخدم مع so because والكونجنكشن الصغيره. بالمناسبه كان ممكن اشيل so خالص واستخدم مكانها السيمي كولن لو انت فاكر لان السيمي كولن كان مكان and وبات وso yet وor. I have had only one thing to worry about which is health. فاكر which is هي مين؟ هي السيمي كولن. لا غلط هي الكولن يا مستر. which is equal colon على طول. بنكمل مع حضرتك في تيست نمبر 6. عارف ان الهوم ورك كان كبير عليك بس انت قدها يا مستر. اتفضل.
تبقاش عيل توتو كده بيعيط على كل حاجه، خش في تفاصيل الحكايه يلا. في نمبر 1 which of the following sentence is punctuated correctly. Students who cheat only harm themselves. Who cheat حاطط كومه ليه؟ انت لو تقول who cheat حطها between two commas يا مستر. طب students who cheat only حاطط كومه ملهاش لازمه بعد students يا مستر. طيب students who cheat only harm themselves، فعلا الطلاب اللي بيغشوا بيأذوا نفسهم فقط. students كومه حط كومه بعدها capital ودوت غلط. دوت غلط يا مستر. طيب روح اللي بعدها اتفضل. Did the teacher say، مبدئيا دي غلط عشان بدأ بسمول. You don't have any homework today. Did الكويشن بدأ من بره، فالكوتيشن فالكويشن مارك لازم تبقى بره، يبقى بي غلط لان الكوتيشن الكويشن مارك دخلها جوه، وسي غلط عشان حاطط فول ستوب في النهايه. فالحل الوحيد الصح هي نمبر اي، بدأنا الكلام بدد يبقى الكويشن بره الكوتيشن مش جواه. طيب number 3 which of the following sentence has the perfect punctuation. خد بالك من كلمه perfect، معنى كده ان اكتر من واحده صح، بس احنا عايزين الاصح يا مستر. اتفضل. she said وبدا بسمول فديت غلط. طب الاخيره she said ومش حاطط كومه فديت غلط، وكده كده بادئ بسمول. هنا بقى she said why don't you come، why الكويشن بادئ من جوه، يبقى الكويشن مارك لازم يبقى جوه، فسي غلط عشان بيطلع الكويشن مارك بره، والحل بتاعك هو نمبر بي عكس اللي فوقيها لو بصيت يعني. طيب اتفضل اللي بعدها في نمبر 4 which of the following sentence has the perfect punctuation، برضه perfect punctuation، فربما يكون اكتر من حاجه صح يا مستر. have your room cleaned as soon as possible. have your room cleaned، انا بقول لحد خلي الاوضه بتاعتك تتروق. درس كده ان شاء الله هيتاخد اسمه كوزاتيف. لما تروح عند الحلاق انت بتقول I have my hair cut، ما بتقولش I cut my hair لانك مش انت اللي حلقت شعرك. لما بتروح عند الميكانيكي بتقول I have my car fixed، ما بتقولش I fixed my car لان مش انت اللي صلحتها. درس هيتاخد بالتفصيل برضو ان شاء الله. بقول لحد خلي حد يروق لك اوضتك. have your room cleaned يبقى دوت اوردر، المفروض في الاخر يحط فول ستوب مش كويشن مارك. have your friends attended the party دوت كويشن، المفروض كويشن مارك في الاخر. have you ever been to Europe، فعلا دوت كويشن صحيح، والانسر هي سي. have you revised the report yet دوت كويشن، محتاج كويشن مارك في الاخر. يعني ديت محتاجة question mark، ديت محتاجة question mark، وديت محتاجة full stop. and space is used to separate words in the list. فاكر separate a list و introduce a list. introduce a list كانت mean، introduce كانت colon، لكن separate a list كانت comma، وما تنساش ان الكومة double m مش m واحدة يا استاذي. في number 6 which of the following sentence has the perfect punctuation. مين فيهم فيها ال perfect punctuation يا مستر؟ طيب في number 1 بيقول لنا do come in please، تعال من فضلك، ما فيهاش أي مشكلة فديت صح. طب do the homework before you go to bed دوت order، إيه اللي خلاه ينتهي بكويشن مارك؟ do they return home late، المفروض ده question يبقى حط question mark في الآخر، فديت غلط يا مستر. طب do your best to succeed دوت order، المفروض يحط full stop في الآخر يا معلم، عشان كده الحل بتاعنا كان number A هي اللي صح. which of the following marks express surprise، مين تحت بالتعبير عن surprise وانت مغمض اكيد عرفتها، an exclamation mark اللي هي علامه التعجب. which sentence needs a question mark، مين في الاخر محتاج question mark. in which country did coffee originate، ايوه في اي دوله كان اصل الكوفي، فعلا هي number A. in the summer most Egyptians go to Alex، مش محتاجه، محتاجه full stop في الاخر. Brazil is the country in which coffee is originated. دلني معلومة فمحتاجة فلوس طب في الآخر. What has happened at school مالو may have upset you full stop. دي جملة كاملة لأن السبجكت بتاعها what have been happened والفيرب هنا اسمه may have. اوعى تفتكر إن دوت question. question ما يدكش معلومة، أنت هنا عرفت معلومة. لما أقول لسيادتك what made me happy yesterday was seeing you. دوت هو هنا يا مستر كان الكويشن. ايوه واحتاج فول ستوب بعديه لان دوت سنتنس مش كويشن. which sentence needs a comma، مين هنا محتاج كوما. you can offer me advice but that doesn't mean I will follow it، ولكن ده لا يعني ان انا هتبعها. ايوه ممكن قبل but استخدم كوما، قبل but هنا استخدم كوما تحت هنا فده الحل. I'll go to bed if I'm tired، مستحيل استخدم كوما مع الكونجنكشن اللي في النص. she returns home when الكونجنكشن جاي في النص مفيش كوما، وكذلك تحت الكونجنكشن جاي في النص مع كلمة while مفيش كوما، فالحل الوحيد هي number A. وبالمناسبة ممكن يشيل بات أساسا ويستخدم semicolon. انزل بعدها في number 10
Which of the following is punctuated correctly? In the light of the day, مفروض كومة تتحط فالفول ستوب غلط عشان بدأ بسمول والسيمي كولون ملهاش أي علاقة في الجملة والكويشن ملهاش أي علاقة في الجملة والحل بتاعها كان نمبر دي. فضل في 7. Which of the sentence includes an apostrophe indicating the possessive form؟ مين تحت بتعبر عن الملكية؟ Our dog ديت is فملهاش علاقة. منى ديت has got ملهاش علاقة. هدى is playing ملهاش علاقة. لكن هدى's dinner أيوة ملكية هدى الدينر بتاع هدى وهي دي الوحيدة. سؤال جميل على فكرة. Which sentence doesn't end with a question mark؟ مين تحت مش هينتهي بquestion mark؟ What time do you get؟ بينتهي بquestion mark عادي. I want to know when you get هينتهي full stop لاني بادئ بI وده اللي احنا سميناه ال indirect question يا مستر. Could you tell me what time you get؟ محتاج question mark عشان بادئ بcould. Is it okay؟ محتاج question mark عشان بادئ بis. عشان كده الحالة الوحيد كان C هي الوحيدة اللي مش هتنتهي بquestion mark وهو لك مين تحت ما يحتاجش doesn't need. Doesn't end. Which of the following is punctuated correctly? What an amazing news! فالأولى غلط محتاج exclamation mark. وبعد ال exclamation mark لازم capital في number C غلط. The police have found Uncle Adel's car. فحط عادل apostrophe S مش S apostrophe فغلطان في number B إن خلاها عادلز كتير. خلاها عوادل كتير يا مستر ودوت غلط عشان كده الصح بتاعنا كان number D. روح على 4. Adel who lives in Aswan. معنى كده ان هو lives in Aswan ليحطها between two commas ليشيل التو كوماس فدي غلط عشان مش حاطط كوما هنا وبي غلط عشان مش حاطط كوما بعد أسوان ماشي is فالحل بقى ما بين A و D هو lives in Aswan is a part time part time مفروض يحط بينها hyphen عشان كده A غلط والحل الوحيد الصح هي number C. Which of the following is punctuated correctly? I cannot tell you now. Full stop بيبدأ بعدها بكابيتال عشان كده بي غلط عشان السمول وسي غلط عشان بادئ كابيتال بعد كوما. طيب بعد هوفر في فول ستوب مفروض او كوما سوري بعد هوفر في كوما على طول هو نسي يحط الكوما اللي هنا يا مستر فالحل الوحيد كان نمبر A. بالمناسبه كان ممكن يحط قبل هوفر سيمي كولن فالحل الوحيد كان نمبر A عند حضرتك. طيب روح بعد كده في نمبر 6 او ممكن يخلي هوفر سمول في نمبر C وتمشي عادي. في نمبر 6 يا مستر which of the following is punctuated correctly? Did you know that I had been working from home for 2 months علي؟ هو بيكلم علي فمفروض قبل علي يحط كوما فبي غلط. ثانيا هو بيسأل علي فمفروض في الاخر يحط question mark فايه غلط. فقارن بقى اخر اتنين تحت يا مستر. قارن اخر اتنين تحت. لو قارنت كده هيطلع لك اني I had ما فيهاش apostrophe في نمبر C. يبقى كده الحل الوحيد موجود عندنا في نمبر D. لو شايفني بسرع انا كده كده بحل مع سيادتك هومورك فانت المفروض تكون فكرت فيه في البدايه فلو ما فكرتش روح فكر. فنمبر 7 which of the following punctuation صح هنا؟ مبدئيا الاولى غلط عشان بعد اي سيد كوما بدات تحفظ اهو. ثانيا الثانيه غلط عشان الدبليو سمول. روح بقى شوف هو بيكلم عادل بما انه بيكلم عادل فلازم يحط معاه ايه يا مستر؟ يحط معاه ايه؟ ابوستروفي. هو ما حطش في نمبر دي وبرده في كلمه اتس كاتبها غلط. عشان كده الحل الوحيد بتاعنا كان نمبر سي يا مستر. Which of the following sentences is punctuated correctly? He is coming home late tonight. He is coming home. He is في الأخير ملهاش لازمة زي ما أنت شايف كده يا مستر. وقبل ما يفاضل السد المفروض يحط كوما هو ما حطش هنا. ثانيا في بي هو ما قفلش الكوتيشن. فالحاجة الوحيدة الصح يا مستر كانت نمبر A لأن في بي قفل الكوتيشن في مكان غلط. اتفضل كمل مع حضرتك. في نمبر 9 وائل did you معنى كده انا بتكلم وائل يبقى وائل الاولاني غلط عشان ما حطش كوما. Did you realize why I was angry with Jamal brothers؟ هو يسأل وائل فالمفروض في question mark في الاخر فبي غلط. فاضل سي ودي بقول له why did you realize why عجبته why فخلاها capital في نمبر دي فمش صح والحل الوحيد كان نمبر سي. Which of the following sentences is punctuated correctly? Will you Mona help me? هو بيكلم منى فلازم يحطها between two brackets فديت غلط. طيب وتحت this bag منى المفروض يحطها قبلها كوما وما حطش. Will you Mona المفروض بعدها كوما وما حطش. معنى كده الحاجة الوحيدة الصح هي دي. Will you Mona help me carry this bag؟ كل اللي قلناه الحمد لله في السيشن جاي لك في الاكسرسايز اهو يا مستر.
روح على على تيست نمبر 8. Which of the following sentences is punctuated correctly? Well, المفروض well بعدها كوما فبي غلط. ثانيا دي غلط عشان الاي سمول، كارثه من كوارث الزمن. ولو بصيت على دي كده بالمجمل هتلاقي ان ناس يحط الفول ستوب في الاخر، فالحل بتاعنا كان نمبر A. Which of the following sentence doesn't need an exclamation mark؟ مين تحت ما يحتاجش؟ Help بتحتاج. Good heavens محتاجة. That's fantastic محتاجة. Did you meet؟ هدى هي الوحيدة اللي مش محتاجة عشان محتاجة question mark يا مستر. طيب. My friend said، بما انه said لازم كوما بعدها. وبما انه هيفتح punctuation لا بيفتح سوري quotation لازم يبدأ بكابيتال فهاف ديت غلط. فاضل A و C. سؤال بقى. Have you read Oliver Twist؟ رامي هو بيسأل رامي فالمفروض يكون حط قبليه كوما. ثانيا المفروض الكويشن يبقى جوه مش بره، فالحل بتاعك كان نمبر C. ماشي. في نمبر 4 which of the following is punctuated correctly؟ look out بعد look out في exclamation mark، فمعنى كده ان A غلط وكذلك C غلط عشان الكويشن مارك يا مستر. فاضل B و D. look out there is بعد الاكسكلاميشن مارك لازم يبدا بكابيتال يا مستر، معنى كده ان there ديت غلط المفروض تبقى كابيتال، والحل الوحيد بتاعك هي نمبر B. ماشي. روح بعد كده فين؟ على السكند كويشن يلا. في نمبر 5 which of the following is punctuated correctly؟ I'm visiting you tonight my father said. المفروض قبل ما father said يقفل كوتيشن، هو ما قفلوش، المفروض يحط كوما، ما رضاش يحط كوما في نمبر B. وكذلك تحت يا مستر I'm visiting نسي يحط الابوستروفي بتاعت I am، نسي يحط الابوستروفي بتاعت I am، وديت المشكلة عند حضرتك. طيب في نمبر 6 طاهر my new colleague is a 32، هحط اس ولا ما احطش؟ طبعا مش محتاج افكرك ان اللي فوق الحل بتاعنا كان نمبر C، بس نسينا نعملها. طاهر my new colleague زميلي is a 32، في هايفن يبقى الاس حرام، وش كده طول ما في هايفن الاس حرام، لان طول ما في هايفن الكلام دوت ادجكتيف بيوصف الجنتلمان. وقلت لك قبل كده الادجكتيف عمرها ما بتبقى بلولر، انت ما بتقولش وي ار هابس، انت بتقول وي ار هابي، فبالتالي مش عايزين اي اس ابدا لا ابوستروفي ولا من غير، فالحل بتاعنا كان نمبر دي. Choose the correct punctuation to end this sentence. When was the first vaccine discovered? When was the question? فلازم نحط question mark. Use a comma to separate a dependent clause. That is dependent. فاكر dependent clause يعني ايه يا مستر؟ فاكر dependent clause يعني ايه؟ قلنا dependent clause اللي بيجي بعد الconjunction زي if you study hard. ده اسمه dependent clause. هستخدم كوما لما يجي dependent clause at the beginning of the sentence. At the beginning of the sentence يعني ايه يا مستر؟ use a comma to separate a dependent clause. That is a اللي جاي فين بالظبط؟ at the beginning of the sentence. افكرك بالحتة دي، فاكر لما قلت لك في السنتنس اللي قصاد عينك اهي بتاعت if you study hard or if you study well you will succeed. قلنا السنتنس دي اسمها complex sentence لانها سنتنس واحده مكونه من جزئين. الفيرست بارت اسمه dependent لان معتمد، معتمد على غيره ما يقفش لوحده. والسكند بارت اسمه independent لان ممكن يعتمد على نفسه ويقف لوحده. في سنتنس كامله اسمها you will succeed تديك معنى، لكن ما فيش سنتنس اسمها if you study تديك معنى ابدا يا مستر. عشان كده الحل بيقول لك الكومبلكس سنتنس ديت لو جبت الاندبندنت قدام لازم استخدم الكوما في النص، يعني بستخدم الكوما اهو يوز ا كوما تو سيبريت ا ديبندنت كلوز لما الديبندنت كلوز دوت يجي في بدايه الكلام. طب لو جه في نص الكلام قلت يو ويل سكسيد اف يو ستدي هارد ما تستخدمش كوما اصلا. سؤال كان اصعب ما يمكن وده اصعب واحد فيهم يا مستر. طيب روح بعد كده. In the beginning, the boys were divided into two groups. The sentence needs a comma. أكيد محتاجة كوما بعد كلمة beginning. محتاجة كوما هنا. لأن دوت اللي احنا بنسميه الادفيربال كلوز اللي بيجي في الأول أو adverbial phrase. Sorry. عشان كده الحل بتاعنا كان A after the word beginning. ماشي يا مستر. In informal writing. في ال informal. A space replaces commas و colon and semicolon. قلناها لو تفتكر كانت الكبيرة. الكبيرة كان اسمها M dash. الام داش ممكن تعوض عن الكولن والسيمي كولن والكومز، بس دوت في الانفورمال يا مستر. دوت كان الحل بتاع الكومبريهنشن. هروح جاري على حل الترانسليشن بتاع حضرتك. يلا يا استاذ اتفضل. في حل الترانسليشن كان بدايتنا من تيست نمبر 3. من تيست نمبر 3 كنت حليت الهوم ورك اللي فات موجود في الفيديو اللي هناك، الحل بتاع تيست 1 و 2.
هروح دلوقتي على تيست نمبر 3 و4 يا مستر. يلا اعمل بوز وفكر في السنتنس او انزل تحت شوف البي دي اف لاني هديك الانسر على طول يا مستر. فنمبر 1 الحل بتاعنا كان نمبر دي لان A فيها mistake في كلمة skillful, B فيها mistake في كلمة there, و C فيها mistake في كلمة currently. نمبر 2 الحل بتاع حضرتك كان نمبر B, المستيك في A في كلمة minority, المستيك في C في كلمة almost, والمستيك في D في كلمة always. ربما يكون في مستيكس تانية بس أنا باخد إيه الأبرز وخلاص, كده كده الجملة باظت من خلاله فمش محتاجين نفكر فيها كتير. نمبر 3 الصح بتاعها كان نمبر D, كان نمبر D, المستيك في A في كلمة تدهور مفروض تحسن, المستيك في B في كلمة الشروط بدل الظروف, والمستيك في C في غياب السلام. بعد كده نمبر 4 الحل بتاعنا مستر كان نمبر C, مستيك في A في كلمة لحمل المشروعات, مستيك في B مصنوعة من الذهب وكذلك كلمة ينفذ, والمستيك في D استخراج في كلمة D استخراج الذهب يا مستر. بعد كده في تيست 4 الحل بتاع نمبر 1 كان D, A فيها mistake في there, B فيها mistake في decline, و C فيها mistake في بداية السنتنس لما قال in urban, احنا عايزين rural اللي هي الريفي, اما urban حضري. نمبر 2 الصح بتاعها كان B, A فيها mistake في كلمة A, C فيها mistake في كلمة result, دي فيها مستيك في كلمة سوشيبل. بعد كده في نمبر 3 الحل بتاعها كان A, B فيها مستيك في كلمة مع المرأة مفروض ضد المرأة, C فيها مستيك في كلمة طالبين أو طالبنا العلم, D فيها مستيك في كلمة يخلو بدل يمتلئ. 4 الحل بتاعها كان نمبر C, A فيها mistake في كلمة أقل إنتاج, B فيها mistake في كلمة صاحبة عمل, و D فيها mistake في كلمة بيتها. دوت كانت الهومورك بتاع بتاع translation. هنروح بعد كده على الكومبرهنشن, كان عندك برضو كومبرهنشن هناك, قريت انت الباسج اكيد بتاعت ابراهام لينكولن, اقراها كويس يا مستر عشان فيها question اكيد هتكون حله غلط. نمبر 1 الحل بتاعنا كان 5 years. ليه يا مستر, ليه يا مستر, ليه يا مستر, لو حسبت كده ان بدايته كانت 1860 واتقتل في امتى, في 1865, معنى كده انه فضل 5 سنين كرئيس. بعد كده the word gifted, gifted معناها talented, معناها عنده موهبة. Number 3 the civil war started when, started when number A, Carolina troops fired artillery at Fort Sumter, a USA military fort. Number 4, space was the central feature of Lincoln's early life. Can it reading? كان بيحب reading القراءة. 5, Lincoln's goal to reunite the country, space during his life. ما تحققش في حياته, اتحقق بعد ما توفى مستر. Hadn't come true during his life. Lincoln was considered a strong promoter for, كان بيأيد لي أكيد the freedom of slaves, حرية العبيد. 7, we can infer, يعني ممكن نستنتج from the passage that Lincoln was assassinated, تم اغتياله, اغتيل, because لأن كان بينادي بنمبر A برضو, he called for the freedom of slaves. For number 8, it can be inferred from the passage that civil war happened when opposing groups of people from, civil war معناها الحرب الأهلية بتحصل ما بين أهل البلد الواحدة, يبقى from the same country fight each other. Second page بيكلمك على ايه, على الحيوانات واستخدامات الحيوانات وقد ايه الانسان بيقتل الحيوانات عشان مجرد يستخدمها في اللبس بتاعه يا مستر. Killing animals in nature reserves is اكيد غير قانوني, يبقى unlawful او illegal لو كانت موجودة, لو كانت illegal لو اولها IL. Some animals become space because of killing them, على شفى الانقراض او انقاذوا بالفعل extinct, منقرض.
some animals such as a space are used for scientific research زي مين قالك فوق زي الرابت و rabbits and mice. People kill elephants to have their بيقتلوا الإليفنتس عشان ياخدوا الايفري اللي هو العاج بتاعهم. If you stop buying products from rare animals you will لو ما اشتريتش المنتجات اللي بيصنعوها من الانيمالز النادرة اكيد هنحافظ عليهم. You will protect them عشان ما حدش هيقتلهم. Wildlife will be space if we continue killing endangered animals. اكيد هتبقى تحت الخطر. Demolished هتبوظ هتتدمر لو قتلنا الحيوانات المعرضة للخطر. What do you understand from this direction? اكيد فوق this direction لو رحت قريت هتلاقيها راجعة على the protected protecting the animal. Protecting the animals. What's the best title for the passage? أحسن title هو number B. How animals are cruelly treated. Without the homework بتاع comprehension. يتفضلك الهومورك بتاع الإكسترا الموجود هناك في كتاب السكيلز برضو عند حضرتك. هروح أحل بداية من question 17. دوت مبني على ايه؟ مبني على الفيديو اللي بنتكلم فيه على مين subject ومين الverb ومين الobject. محاضرة تأسيسية اسمها Getting Ready Before Session 1 حطيتها لك تحت في الديسكريبشن، فأكيد سيادتك هتكون مخرف هنا تخريف السنين، فبعد إذن سيادتك روح شوفها، هي مدتها تقريبا 50 minutes. روح شوفها يا مستر وارجع صلح لنفسك العك اللي انت عامله هنا، لأن مش هرجع أقول لك مين الأدجتيف ومين الفيرب ومين الناون تاني، مش هفضل طول السنة أقول لك نفس الكلام. اسمع المحاضرة الموجودة تحت في الديسكريبشن اسمها Getting Ready لأن فيها الوصف كله يا مستر. Her name was spelled wrong on the form. Which part of speech is wrong? مين اللي wrong؟ اسمها ولا spelling؟ spelling يعني انت وصفت الverb واللي يوصف الverb اسمه adverb. برضو هقول لك تفضل روح شوف الفيديو اللي هناك بتاع getting ready عشان تفهم يعني ايه adjective و noun و verb و adverb. ما بنعيدش الكلام احنا كل شوية يا مستر، الكلام موجود في مكان روح شوفه من فضلك. Sorry I must have dialed the wrong number. هو مين اللي wrong؟ النمبر، والنمبر noun واللي يوصف الناون يبقى adjective. He is old enough to know the right from the wrong. يعني to know the noun from the noun. Wrong هنا noun يا مستر. شوف نفس الكلمة ممكن تبقى adverb و adjective و noun كمان. Number four. They had to study hard in order that. علشان they could get ready. The linking word in order that علشان equal mean. Moreover معناها أيضا. Unless إذا لم. However ومع ذلك. ولكن. So that معناها لذلك. أيوة مستر ممكن استبدلها. In order that so that when they hope that. بعد كده which sentence is correct is the correct start for the following sentence. ايه احسن بداية ال following sentence ديت. لو قلت it's ديت ملكية الحيوانات فمش هتنفع. لو قلت it انت كده نسيت الverb. is it انت كده محتاج question mark. فبالتالي الحل الوحيد يا مستر كان number C اللي هي it is. It's nice to talk or to talk with them again. Which of the following linking words can be used to express addition? مين هنا ممكن استخدمه للتعبير عن الaddition؟ Addition معناها بالإضافة إلى ذلك. يعني as well as that معناها بالإضافة إلى ذلك. أما in contrast معناها على التناقض و to conclude بعمل بها conclusion للختام يا مستر. Which choice is the correct start for the following sentence? Which choice من الاختيار تحت هو ال quick start والبداية الصح. Impressed by Hal's work the teacher gave her. أيوة فعلا impressed. طب being impressed تنفع لأن هو اللي حصل له. ممكن أبدأ بالED لو حصل فيك الأكشن. في sentence كده بتقول إيه. Kicking my friends I ran away. أنا اللي ضربتهم فجريت فقلت kicking لأن أنا اللي عملت الأكشن. طب kicked by my friends I cried. أنا اللي اتضربت فبدأت بالED وقلت kicked لأني أنا اللي حصل فيه الأكشن. معنى اللي أنا اللي حصل فيه يعني أنا اللي اتأثرت. فimpressed تنفع وتنفع برضو being impressed عشان كده الحل كان number D. ودي كانت سؤال صعب عليك أنا عارف بس لسه هيتشرح لك إن شاء الله في الإكسترا جرامر. طب ليه ما أقولش impressing؟ لو قلت impressing يا مستر معناها أنا اللي بأثر في هالة وأنا ما أثرتش في هالة، ده أنا اللي كنت متأثر بيها. A verb can be called when it's used without an object. في الفيديو اللي أنا عمالي غني فيه بقالي سنين أهو تفضل هتلاقي فيه نوعين من الverbs. الverb اللي بيحتاج object I ate some juice أو إيه اللي أنا بقوله ده I ate some vegetables
بما ان في subject و verb و object بنسميه transitive. طب انا نمت I slept، ده بنسميه intransitive اللي ما بيحتاجش الاوبجكت اللي انت بتسميه في العربي فعل لازم عكس المتعدي، which برضو موجود الكلام ده في الفيديو هناك روح شوفه. Which of the following linking words is used to express result للتعبير عن النتيجة؟ بستخدم thus so thus و consequently كلهم معناهم ولذلك، اما however equal but و personally معناها شخصيا و finally معناها اخيرا. Which of these sentences doesn't use the transition اللي هو ال conjunction يعني، مين في دول ما استخدمش conjunction صح؟ Money is a good servant but it's a bad master، شغالة مفيش مشكلة. And in spite of money is غلط، لأن in spite of محتاجة ing أو noun. ممكن يستخدم مكانها ايه؟ ممكن يقول although أو though أو even though أو in spite of the fact that، كلهم ينفعوا، لكن in spite of محتاجة ing بيجي وراها ing أو noun. ممكن تقول ايه؟ in spite of my hard study أو studying hard I failed، على الرغم من عملت كذا. هيتدرس لك ان شاء الله بالتفاصيل كلها في درس كامل اسمه conjunction موجود عندك في الاكسترا جرامر. طيب سي صح، although money isn't a good servant عادي، و money is a good servant however برضو عادي. انا عايز اللي مش صح يا مستر. في 11 which of the following is incorrectly structured، مين تحت مش مكتوب صح مكتوب غلط. he has lived in Italy، شغالة. he has been lived، ما ينفعش اقول has been lived، ما بيتحطش في الباسف، هو اتعاش فيه يا مستر، غلط يا مستر طبعا. he has been living in Italy شغالة و he has lived in Italy شغالة. انا عايز الغلط عشان كده اخترت number B. which of the following sentence is correctly structured؟ heard the news، مفروض hearing the news، لان heard كده انت اللي تسمعت، انا ببدأ بالing لو انت اللي بدأت الاكل، لو انت اللي عملت الاكشن يا مستر. طب she heard the bad news my sister، انا محتاج conjunction، مفروض after my sister heard، الجملة مش مظبوطة، لما يحط فول ستوب يبدأ سنتنس جديدة. After she has had my sister wanted، ما ينفعش has والناحية التانية post، ما ينفعش present مع post. has the present perfect، اوعى تتخدع بكلمة heard، هتدرس ال present perfect ان شاء الله في unit 1. hearing the bad news my sister، ايوة فعلا ممكن ابدأ ing لو انت اللي عملت الاكشن يا مستر. مش عايز اكرر في كتير في الفكرة ديت لان هتجيلي بالتفاصيل جوه في شرحي. Which part of a speech is incorrect in the following sentence؟ مين تحت مش مظبوط؟ My younger brother could pass the exam easy. easy غلط، مفروض easily، مفروض تبقى adverb، فكلمة easy هي الغلط، مفروض تبقى easily adverb بتوصف الباسنج يا مستر عشان تبقى adverb. Which choice is the correct؟ Which choice is the correct start for the beginning؟ Is quite lucky so please do start the party without us. Please do start the party without us. ابدأوا من غير ما نيجي لان احنا هنتأخر، حاطط فول ستوب فمش عايزين كوش، فوات مش هتنفع. طيب will be late مش هتنفع لان ما بتقولش كوش. طيب we will be late is quite lucky، لا فيش حاجة اسمها we will be late is، مش هتنفع. يبقى الحاجة الوحيدة اللي تنفع كانت that، فكرة ان احنا هنوصل متأخر، كأنها the fact that، the fact that we will be late is quite luckily. من الوارد ان احنا نتأخر فابدأوا من غيرنا. سؤال غريب انا عارف. We always look the windows since there are thieves near here. since اعرف انها مكان because يا مستر. since هنا equal because، ليها معنى تاني غير منذ وتيجي معنى because. او لسه بنقول اهو the linking word since can be replaced by because يا مستر. because وهي هي as فالاتنين واحد فا A و B تنفع. طب ليه مش because of؟ because of بيجي بعدها ing أو noun، كان يقول لك because of having a lot of thieves near مثلا. which of the following sentence is incorrectly structured؟ مين مش مظبوط؟ Sarah told me some news شغالة. Sarah told me some piece of news شغالة. Sarah told me a piece of news شغالة لأن ال piece. Sarah told me a news مش شغالة، أقسم بالله تروح في داهية لأن news uncountable، والحاجة ال uncountable ما يضفلهاش لا ولا an يا مستر، وتاخد is طبعا، فحتى بتقول news is ما بتقولش news are. the part of speech that joins words phrase close together is called، فاكر لما قلت في الفستشن بتاعتك اتنين يسلموا على بعض يا مستر، قلنا ان دوت اسمه conjunction، وconjunction ليه اكتر من اسم، ممكن اسميه connector، ممكن اسميه transitional words، ممكن اسميه linkers، ممكن اسميه conjunctions، كلهم حاجة واحدة، زي مين؟ زي after و before و by the time والناس دي كلها.
Which of these sentences is correctly structured? Ali was upset all day. He failed the test. It's correctly structured. Ali was upset. وهي failed the test. شغالة تو سنتنس عادي مفيش مشكلة. طب علي was upset all day كوما. طول ما في كوما انت محتاج conjunction. كان المفروض يقول كوما. So he failed the test. علي was upset all day because failed the test. في حاجة ناقصة هنا غلط. علي was upset all day failed the test. طبعا الكلام هنا غلط يا مستر. في 19 بيقول لك في 19 اتفضل اعمل rearrange. رتب الجملة. Have anyone شكرا غلط 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 لأن anyone بتاخد has ما تاخدش have. Does have مش حاجة اسمها does have في الانجلش. Does anyone have a pen I can borrow؟ أيوة مستر صح. طب does anyone have a pen can I؟ ما ينفعش يعمل اتنين question في نفس الجملة. ما ينفعش يقول does anyone وcan anyone. ما ينفعش يعمل مستر double question في السنتنس. هتقولي طب ما anyone أخدت have هي ما أنت لسه قايل لنا إنها بتاخد has. أيوة ما في does يا مستر. في does لازم infinitive وراها. Does أحمد go ما بيقولش does أحمد goes. I'm going to have a dessert. هروح أكل حاجة حلوة. Being on diet. على الرغم إن أنا في diet. على الرغم اسمها although. والthough وراهم sentence كاملة. يعني دي محتاجة sentence. ودي محتاجة sentence. ودي محتاجة sentence. يعني إيه sentence؟ كان يقول لك although I was on a diet. لكن مجرد قال لي ing حاجة تاخد ing اسمها despite أو equal mean equal in spite of. In spite of الاثنين واحد يا مستر. بعد كده تروح على تيست 2. طبعا الأسئلة هنا قوية زي ما انت شايف. My brother is saving for a new bike. The linking word for can be replaced by علشان. هو عايز يشتري علشان يبقى to buy. So that buy ما ينفعش so that لأني لازم يجي وراء سنتنس كاملة. So that he can buy a new so as that مفروض show as so that مش show as that as هنا غلط. In order that he couldn't لا بالعكس in order that he could. I didn't show the food enough. ما مضغطش الأكل كويس. That's why I get indigestion. اللي هو إيه عسر الهضم. That's why equals so يا مستر. معناها ولذلك ممكن أشيلها equals so. طيب. فبالتالي بيقول لي can be replaced by all of the following. ما عدا. يعني أنا عايز الغلط مش عايز الصح. So equals that's why. For this reason equals that's why. As a result that's why. Although هي اللي ما تنفعش لأنها بتعبر عن التناقض. على contrast we can use because of للتعبير عن السبب. فين هنا السبب؟ أكيد to give a reason. Name the part of speech the underlined word in the sentence. يعني ديت نعربها إيه؟ The newspaper arrived in the early morning. هو مين الـ early؟ المورنينج. وصفت المورنينج والمورنينج ناون واللي يوصف الناون اسمه adjective يا مستر. برضه هعيد وأزيد وأقول لك اتفضل روح شوف المحاضرة التأسيسية عشان كده سموها تأسيسية لأنها تصب معايا في جميع المنهج بتاعي. Name the part of speech in the underlined word. You promised me you would be home early tonight. Early عايد على مين؟ Early على coming بتاعك. إنك هترجع البيت متأخر. إنك هترجع البيت بدري. معنى كده إن early وصفت الverb واللي يوصف الverb يبقى adverb. مش هقدر أقول لك أكتر من إنك روح شوف المحاضرة كل سؤال هيجي لأفكرك. Which of the following sentences has an intransitive? Intransitive يعني ما فيهوش object. حد عمل حاجة وخلاص. He runs a very big factory. Run هنا معناها يدير. وادي الأوبجكت. الفاكتوري هو الأوبجكت. طب he runs faster. هو بيجري. مفيش أوبجكت. فالحل بتاعنا هي number B فعلا. مفيش أوبجكت. طب the doctor ran some tests. معناها يجري بعض الأبحاث. والأبحاث هنا هي الأوبجكت. You should run the engine. معناها تشغل الانجن. والانجن هنا هو الأوبجكت يا مستر. لكن هنا ما كانش فيه أوبجكت. واحد بيجري بس. مش واحد بيجري في حد. She died as a result of بسبب her injury. The transition word can be replaced بسبب. بسبب معناها ايه؟ معناها ايه يا مستر؟ معناها because of بسبب. وبالمناسبة thanks to برضو تنفع لان معناها بفضل. Both of them الاثنين صح. بس كأعم واشمل because of طبعا احسن لان بفضل ليها معنى ايه؟ معنى ايجابي. مع ان الكلام هنا في معنى سلبي يا مستر. Which part of speech must be added so that the sentence will be correct. يعني نضيف ايه هنا. I can't stand queuing at the post office because it's so. بفريد it's so annoying. It's so اي شيء. It's so annoying مثلا. لو قلت it's so annoying. Annoying هنا نعربها ايه؟ نعربها adjective عشان وصفة الانتظار. فاحنا عايزين adjective يتحط في المكان هنا.
It's so annoying, annoying adjective. The cause of many of our problems, space lack of trucks. قد ايه ازوال ار؟ وانا بتكلم على البروبلمز ولا بتكلم على الكوز؟ بتكلم على الكوز. الكوز ده سينجر، بما انه سينجر نديله اسم ما نديلهوش ار. Name the dog that has bitten you. Then the line word name is used as. قول اسم الدوغ اللي عضاك يا مستر. بقول لك قول يعني بستخدم verb. دوت verb. لما اقول لك open the door, open the door. دوت verb. Which of the following is a complex sentence? فاكر complex sentence معناها ايه؟ معناها ان فيها conjunction، فيها جملتين يا مستر. Conjunction، conjunction كبير. مين تحت فيها conjunction؟ هي كلمة even though. ديت كلمة even though يا مستر، لأن ديت اللي بتعبر عن كل جملة قبلها وجملة بعدها. الجملة ديت independent although the waiters were unfriendly لكن it was an excellent meal. ديت اللي بنسميها dependent. ديت complex يعني جملة فيها conjunction ربط ما بين الاتنين يا مستر. لو عايز تراجع على فكرة الدوت هو شرح لك عندك في الكتاب بتاعه في البداية، شرح لك في بدايته. هو هروح لك أنا وهقول لك بص عليها كده. هو شرح لك في البداية خالص يعني إيه complex sentence ويعني إيه غير complex sentence في بداية كتابه خالص. قايل لك كل الكلام دوت يا مستر. يعني قايل لك compound sentence. compound sentence هي sentence اللي فيها for و and و nor و but و or و yet و so. الكلام دوت موجود عندك في page number 7. طب الكومبلكس سنتنس، الكومبلكس سنتنس اللي بدأ بكونجنكشن زي although when و after، وشرحنا الكلام دوت واحنا بنحل لو تفتكر من شويه. هنرجع الحل بتاعنا هناك يا مستر، يلا ونكمل حلنا. اتفضل يا استاذ. يلا يا معلم. في نمبر 12 بيقول لك اعمل ريارينج للسنتنس عشان تطلع صح يا مستر. The waiter presented a meal to the guest that was delicious. كده غلط، لان لو قلت the guest that was delicious كده الضيف اللي راح ياكل هو اللي كان لذيذ مش الاكل. The waiter presented a meal that was delicious. ايوه كده وصفت الاكل ودوت صح. To a guest ديت صح يا مستر. طب the waiter that was delicious كده الويتر هو اللي كان لذيذ ما شاء الله عليك. طب the waiter presented the guest to a meal. يا لهوي كده هو قدم الجست للميل مش العكس. يعني قال لها اتفضلي يا اكل خد الضيف دوت كليه. معنى كده ان الحاجه الوحيده الصح كانت نمبر بي. سؤال مضحك ما شاء الله. روح على نمبر 13 بيقول لك rearrange the sentence has the correct order. Need all boy to live in peace. شكرا الجملة غلط. Need all people طبعا غلط. All people need to live in peace هي اللي صح. Need to live in peace all people انا ما بلعبش مكعبات يا مستر دوت غلط. السؤال اكثر ضحكا من اللي قبليه يا مستر. روح عند 14 عايزين ال correct structure. In the morning she wake up and has the breakfast. البريكفاست ما بتضافلوش has يا مستر. ما بيضيفلوش has نهائي. has breakfast على طول. وبعدين بتكلم في الباست she wake. ماشي بصي معلم. in the morning she wakes up and has breakfast هي ديت اللي صح لان بيتكلم في present مع present. لكن فوق كان حته باست مع حته present دوت ميكس عجيب. in the morning she wakes up and had برضو نفس الميكس حته present مع حته باست دوت غلط. In the morning she wakes up and is having حتى present simple ما حتى present continuous ودوت غلط ما ينفعش. واحد تنسى يا مستر وانت بتتكلم. Which of the following linking words can express result لذلك قلناها في السيشن اللي فاتت لو فاكرين. consequently اللي معناها so اللي بجيب قبلها كوما وبعدها اللي بجيب قبلها سيمي كولن كده وبعدها كوما لو تفتكر. اما so بجيب قبلها كوما بس او ممكن احذف الاثنين واستخدم مكانها السيمي كولن. nevertheless equal but معناها ولكن. And the hope that املا في in case of زي f بيجي وراها ing او noun معناها في حالة. Which part of speech is incorrect in the following sentence. مين تحت غلط. The woman looked at me angrily when I break. بكلم في الباست يعني when I broke her glass. مفروض break هي الغلط مفروض تبقى broke لأن بتكلم في الباست. Type the part of speech that joins words phrases together كان اسمه ايه؟ ايوه كان اسمه transitional words او transition words او connectors او linking words او conjunction يا مستر اللي هي after و as soon as و before و by the time. Which part of speech is incorrect مين تحت غلط يا مستر؟ The list of items that my wife want to buy is on the desk. The list of items that my wife want to buy is on the desk. ايه المشكلة؟ المشكلة في حرف الاس اللي قلت لك اوعى تنساه في حياتك.
that my wife wants to buy. فالغلط في number B مفروض تبقى wants لأنها singular wife واحدة. Which of the following is correct يا مستر؟ I never eat vegetables although I know they are healthy. مفروض they are healthy. طب they are health هما الصحة نفسها غلط. I never eat vegetables although I know they are healthy. صح. I never eat vegetables although I know they have healthy benefits. Healthy benefits منافع صحية. ديت برضو صح وده مستيك عنده ان الاثنين كان صح يا مستر. لديها منافع صحية يا مستر. طيب يا مستر اتفضل. The sentence that has the correct order of the words. عايزين الصح. He asked me when had I. ما ينفعش اقول when had I. لازم when I had. لان ده مش شكل الكويشن. احنا عايزين سنتنس عادية. He had asked me when returned. مش حاجة اسمها when returned يا مستر. He asked me when I had returned home from school. ايوه مستر مفيش مشاكل. تمام. فاللي نختارها هي. He asked me when I returned had. مش حاجة اسمها returned had. مفروض had returned. وديت كانت نهاية الهومورك بتاعك لان تيست 3 ما كانش عندك في الهومورك يا مستر. اخدنا وقت كبير في الفيديو بس ده وقت طبيعي لان 45 دقيقة منه لوحده كان revision وساعة كاملة للهومورك. انا حليت الهومورك في ساعة ربما تكون انت حليت في اقل او اكتر بس الحمد لله يا رب تكون شيكته يا مستر. طولنا عليك بس معلش تقريبا ديت اطول فيديو عندك في الاول فور سكيلز اللي جايين باذن الله هيبقوا اقل. ليه فاضل لك كام سيشن في السكيلز عندي؟ عندك فاضل لك باذن الله 2 سيشنز بس في السكيلز بتاعت سيادتك. السيشن اللي جايه هتاخد فيها الرايتنج بتاع الباراجراف ورايتنج الاساي والسيشن النمبر 4 هتاخد فيها رايتنج الايميل وكويز على السكيلز كلها. وبكده تكون مع السيشن نمبر 4 خلصت السكيلز وتبدا بدايه من سيشن نمبر 5 في كتاب المعاصر والشيت الجرامر بتاع سيادتك عشان نبتدي من يونت 1. زي كده اول باول زي ما قلت لك ما تراكمش حاجه لان عدوك الاوحد السنه دي هي المراكمه. نشوفك على خير ان شاء الله. سلام عليكم.